أتوكل على الله. تفضل يا ستي، من راح في ونعم السماء. بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا المعلمة شوقية حواوري من مدرسة بنات الفندق قومية الثانوية في مديرية قباطية. بدك تسجل أستاذ؟ هو بيعمل ريكوردنج، انا ما حدش جاي يساعدني، المشكلة يعني هو عامل ريكوردنج شغال اوتوماتيكلي. التسجيل شغال. شغال؟ طيب ممتاز، يا ريت تنتبه شغال. بس على اللي بفوتوا لو سمحت، او تعمل معك كوهوست كمان على اللي بفوتوا لغرفة مين بيقدر الانتظار. يساعدني في الكوهوست يا اخوان؟ يعني انا هاي المشكلة. استاذ ناس انا بدك، ناس يلا وصل اعطيني علي، يا انا ممكن اعطيني اعطيني كوهوست. كوهوست البنت. مين؟ استنى، هاي هادية دكتور احمد هادية عوض. مين الثاني؟ مين؟ هادية نهى؟ هادية هادي. اوكي بس هادية. اوكي هادي اوكي. انا لسه بدخلك على فكره، هم صار لأنه لسه بيدخلوا، فحرام يضلوا في غرفة الانتظار. سنت. انا اعطي هادي اللحظه. وأنا هيني بقبل، بس أثناء الشرح بصير صعب. هادي بالعربي داخلي ولا بالانجليزي انت؟ هادية. هادية في ويتنج روم. هاي معك يا استاذ عامر، اعملني ويتي كو هوست معك. دكتور ايمن، انت معك بالانجليزي دكتور استاذ. هادية فتحة الراء بالانجليزي. بالانجليزي، فتحي. طيب ساعدوني يا اخوان، لان انا مش قادر اتبع الناس انا بتدخل. بعمل قاعد تو ادمت. دكتور هيثم ايمن، هذا الهوست تبعك؟ لا اسمع، هذا المبروك نسأل. يا استاذ مبروك، انا زعلان منك، وعدتني تودي نصوص الترجمه القانونيه، بل كنت حاضر معي في هاي الدوره، لكن مشكلتك ما بتلتزم في الوقت من 20 سنه. طبعا بعرفني هو من 20 سنه. مبروك من سعيد. دكتور عامر، ممكن سؤال؟ تفضلي. في فيش اليوم يعني بخصوص اعطيني الترجمة فرصه اليوم القانونية، لأنه أنا وحنبعت لك الماده المطلوبه. ايش؟ استاذ ايش؟ عامر، تفضل. في برنامج الليله حنعطيك ملخص لما يمكن ان نقدمه اذا ما رايتم فيه فائده من جانبكم اليوم باذن الله الليله. خلص تعجبني. بطل وايضا حبيبي. نعطيك معلومه ثانيه اللي ما اخرتني، ان بنعطيك ملخص لدوره مقترحه في التعريف بالترجمه الفوريه. طيب رائع. وين دكتور ايمن؟ طيب رائع، ودي، لانه انا في برضه راح اشارك في دوره المترجمين مخضرمين، اصدقاء يعني لاثراء الدوره، لان انا معني يعني يستفيدوا وين دكتور ايمن؟ فأنا بإذن الله اليوم الليلة حنعطي لك المطلوب، وسامحنا خلاص على التأخير. أستاذ، يا ريت أحييك. إذا في شيء عن الترجمة القانونية تشاركوا معنا، لأنه أنا بقدم ماستر في الترجمة وحاب أعمل عن الترجمة القانونية، بس لسه مش متعمقة فيها. أنا زي ما قلت لك أستاذ عامر، ملخصي حيكون على المصطلحات الخاصة بالشروط العامة للعقود الدولية. ابعت لي، لاني بدي يعني انا لازم اشاركك. انت طبعا استاذ مبروك بن سعيد شارك معي عام 2002 في القاموس الموسوعي، هذا رقم واحد مشان تعرفوا انه بحكي مع يعني بنعرف بعض. بعتذر من حضراتكم، بس الأستاذة شوقية فتحت البرزنتيشن والوقت عم يمضي. بعتذر من حضراتكم إذا تعطوها المجال. طيب خلص تتفضل. ها انا بدي اصمتها، بدي اخرس حالي. ها يا ست سهره، بحاول اعطي للدكتور ايمن كو، بطلع لي اسم ثاني. خلص اتوكل على الله. يلا بسم الله. خلينا انا اعطي كم بعد اذنك. استاذ عامر، يو كان هوست مي بليز اف يو دونت مايند. استاذ عامر يس هوست مي بليز. ان شاء الله توكل على الله يا ست. يس يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا المعلمة شوقية حواورة من مدرسة بنات الفندق القومية مديرية قباطية فلسطين. معي ماجستير أساليب تدريس، ولي إنجازات عديدة والحمد لله، أهمها الحصول على جائزة المدرسة الدولية، وقائدة وسفيرة في مجتمع ويكلت اللي اليوم إن شاء الله موضوع تدريبنا، سفيرة لمنصة عالمية أخرى
بنسي سفيرة لمجتمع التعليم، معلمة نيربود المعتمدة، ترشحت لمعلم العالم 2020 واجتزت مرحلتين ولم يحالفني الحظ في المرحلة الثالثة، لكن بفضل الله فزت بجائزة أفضل معلمة من بين 100 معلم من المعلمين المتميزين من جرين ثينكرز من الهند، وخبيرة في مايكروسوفت العالمية ولي العديد من الأنشطة. اليوم إن شاء الله رح نبدأ تدريبنا عن منصة عالمية اللي هي منصة الويكليت. هذه المنصة أنا بقدر أكون فيها عضو، وهي إحدى أدوات مايكروسوفت أوفيس 365، ممكن أكون عضو فيها، ممكن أكون قائد فيها، ممكن أكون سفيرة فيها. الآن محاور الورشة إن شاء الله عديدة. أولاً التعرف على منصة ويكليت، كيفية إنشاء حساب لي في منصة ويكليت كمشارك جديد، كيفية إعداد الملف الشخصي واستخدام منصة ويكليت في التعليم، وكيف أصبح عضواً فيها. فهذه المحاور إن شاء الله ربنا يقدرنا وإن نتابعها معاكم، وإن شاء الله إذا تمكننا راح نورجيكم بعض النماذج كيف تصبح سفيراً في ويكليت عندما يفتح التقدم والترشح. الآن هناك تساؤل كثير أسمعه، هل استخدام منصة ويكليت فقط في التعليم؟ لا، بما أنها هي فعلاً منصة عالمية وتفاعلية ومعروفة في التعليم، فهي ليست حكراً على المعلمين والطلبة، وإنما يمكن لرجال الأعمال، المترجمين، الباحثين، الطلبة، وحتى ربات البيوت يمكن أن يستخدمها. ممكن حدا يقول شو ربات البيوت؟ ممكن في الطبخ، ممكن في أي شيء، رجل الأعمال، ممكن أي أشياء خاصة في الموظفين اللي عنده إلى آخره. الآن كيفية استخدام أو كيف يمكننا استخدام منصة ويكليت خارج الغرفة الصفية؟ يعني هل هي حكر فقط في داخل الغرفة الصفية؟ لا، ممكن أن أستخدمها في أشياء منهجية وأشياء غير منهجية، مثل الرحلات، مثلا أقوم بتصوير أفراد عائلتي أو صور إلي، ممكن أعمل كوليكشن أو مجموعة خاصة بالرحلات التي أقوم بها، ممكن أن أعمل مجموعات لتعلم مهارات، مثلا مهارة ترتيب الزهور، تنسيق الزهور، أو أي مهارة أو لغات جديدة إلى آخره. ممكن أيضا أن أوظفها في سرد القصص والإبداع والكتابة الإبداعية. كيف أبدأ؟ هناك عدة خطوات سوف نتناولها في هذه الورشة التدريبية التي نتمنى أن يوفقنا الله وإياكم فيها. أول خطوة، يجب علي أن أسجل الدخول، وسنعمل ذلك بالتطبيق العملي عند ساين أب، لأنني جديد فسوف أضغط على ساين أب لأسجل الدخول، ثم ستارت البداية، ثم أحفظ هذه الكوليكشن أو المجموعة لأرجع لها بعد يوم، يومين، أسبوع، شهر، سنة، مئات السنين، ثم أضيف وأثريها بالعديد من المعلومات، والأهم من ذلك أن أشاركها، لأننا كما نعلم زكاة العلم مشاركته، يعني أنا ممكن أفيد طلابي، زملائي، أي حدا بيطلب مني المساعدة. فهذه منصة ويكليت هي منصة كما قلت عالمية، والأهم أنها مجانية، وأيضا يمكنك أيضا أن تشارك بها حتى لو لم يكن لك حساب، فقط عندما أبعث لك اللينك أو الرابط ممكن أن تشارك في المجموعة الخاصة بي، ممكن أن تثريها ببعض الملفات، ببعض الفيديوهات، ببعض الصور إلى آخره. فهي مفيدة لك سواء كنت باحثا كما قلت أو تربويا أو طالبا، وهي أساسية وتثري مهارات القرن 21 كالإبداع كما تعلمون. الآن إذن الأشياء التي أقدر أن أضيفها مقاطع فيديو، مقالات، صور، تغريدات من تويتر. هنا مهم تويتر أكون عندي حساب، لأني سوف أشارك ما أعمله على ويكليت على تويتر لكي أكون عضوا في هذه المنصة. نرى الآن كيف أعمل حساب جديد. عندي عدة متصفحات، يمكن أن أعمل على الفايرفوكس، على جوجل كروم، على كان، whatever، أي متصفح أنت بتحب أو بترتاح له. طبعا أول ما أضغط وأكتب ويكليت رح تيجيني هاي الصفحة، زي ما رح نشوف التطبيق العملي إن شاء الله، رح تيجيني هون ويكليت
for educators اللي هي للمعلمين community عن المجتمع نفسه عن مجتمع ويكلت هو مجتمع عظيم والقائمين عليه من بريطانيا مساعدين جدا يجيبون على أي سؤال ويساعدون بلغ ممكن نعمل بلغ بهاي المقالات اللي بنعملها about ممكن إذا بدك تعرف أشياء مثلا معينة عن الويكلت ممكن تضغط عليها وتعرف support إذا بدك عندك مشكلة ممكن تطلب الدعم مباشرة بدعموك. الآن هون هدول الثلاث أيقونات هدول مهمات جدا لي كشخص بدي شارك في منصة ويكلت اللي هي أحد أدوات مايكروسوفت أوفيس 365 وزي ما بتعرفوا الآن في ثورة تكنولوجية ورقمنة والتمكين الرقمي لهذا العصر. الآن ما الفرق بين هذه الثلاث أيقونات؟ ساين أب اللي هي تسجيل الدخول إذا كنت أنا مشاركا جديدا، لكن لوج إن إذا أنا إلي حساب فقط بعمل تسجيل دخول كأي منصة فقط أدخل معلوماتي كما سنرى وأدخل إلى هذه المنصة. أما إنتركود اللي الآن قبل شوي قلت حتى لو أنت ما إلك حساب على الويكلت بقدر الآن وراح نعملها إن شاء الله في آخر الورشة بعطيكم كود ممكن حضراتكم مباشرة بتفتحوا على الويكلت على أي متصفح تيجيكم هون إنتركود تضغطوا عليها بتدخلوا الكود بتشاركوا في مجموعتي الخاصة. أنا ممكن أستاذ يضيف مثلا صورة عن الموضوع مثلا لنفرض أنا معلمة لغة أو معلمة علوم عامة ممكن واحد يضيف صورة عن الخلية النباتية إذا كانت المجموعة عن الخلية النباتية، واحد مثلا فيديو، واحد بي دي اف، واحد ورقة عمل، واحد يسجل فيديو إلى آخره زي ما رح نشوف. الآن هناك عدة طرق كما قلت، ما هي هذه الطرق؟ ست شوقية بعد إذنك دقيقة، يا ريت نوقف التسجيل لأنه خلص يعني وقت المحاضرة من إلى، لأنه في ناس عمالهم قاعدين بيعملوا أدمت للي بيدخلوا. يعني أوقف شرح؟ لا مش شرح، لأنه قاعدين بيدخلوا ناس، فبعتقد يعني مش منطق، لازم بداية ونهاية للمحاضرة. شو رأيك؟ أنا ما بعرف. المفروض بس نعذرهم، بجوز بيستنوا بالأذان يا دكتور شوية وبعدين حضراتكم اللي بتشوفوا مناسب. طيب يلا معناته زي ما بدك. لا لأنه هذا الإشي بخصك أنت يعني، عفوا. صحيح مش مشكلة، ما هم بتابعوا التسجيل إذا راح عليهم إشي. مشكلة دكتور أحمد التسجيل. أحيانا النت بيطلع حد ويخش تاني، يعني كل الاحترام احنا منا نضبط إدارة الزوم بس يعني ليس إلا بس. شكرا. احنا بالعكس كل الاحترام للي بيجي، اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا، مش مشكلة، كل الناس عندهم ظروف ان شاء الله احنا نأخذ ذلك بالحسبان بإذن الله. نكمل. إذا هناك عدة طرق كما قلت، إما بضغط فقط إذا أنا الحساب على جوجل فقط بضغط هنا على هاي continue with جوجل فبعمل حساب إلي بعدين، أو على مايكروسوفت إذا عندي حساب على مايكروسوفت، وإحنا الآن ما الله باحثين ودكاترة ومعلمين وطلبة جامعات وإن شاء الله كلنا المفروض عندنا حساب على مايكروسوفت، أو طريقة ثالثة بحساب الفيسبوك على شرط تكون فاتح حسابك على الفيسبوك، أو بدخل الإيميل وراح نشوف إن شاء الله كله بالتفصيل. الآن عند الضغط على sign up راح مباشرة زي ما حكيت يجيني مباشرة choose your name يعني أختار اسم، بيجيني بعدين بعد ما أكبس أو أضغط على next بيجيني ترحيب باسمي زي ما أنا دخلته، دخلت شوقية حواورة بيجيني هي شوقية حواورة، دخلت مثلا عامر العظم بيجيني هي عامر العظم، أحمد عوض، سناء إلى آخره. أوكي مش رح أطول كثير عليهم. والآن هدول الأشياء بدك تختار هل أنت في مجال بتعمل في مجال education، مش إحنا حكينا للمعلم وللباحث وللاعبي الرياضة وللرجال الأعمال، تختار اللي بينطبق عليك. إذا أنا معلمة أو باحثة أو دورة في جامعة بختار education، إذا واحد بده يعمل collection لاعب رياضة بختار هاي وإلى آخره، أو مسافر هاي الأشياء. الآن كمان بختار التوبكس اللي هن بنطبقن علي، شو بحب أنا، شو أنا بستمتع بإيش، education and science for example whatever.
الآن هذا إذا كنت أنت جديد، لكن إذا ضغطت على لوج إن بيكون أنا إلي حساب أوريدي، بدخل أنا اسمي إيميلي باسورد وبعمل تيك هنا ومباشرة بعمل نيكس، فبدخل مباشرة على الكولكشنز اللي إلي. الآن هنا إذا بدي أخليه خاص أو برايفت، يعني هاي المجموعة ممكن أخليها خاصة، خاصة إذا كانت صور إلي أو إنيشيتيفز مبادرات مثلاً بديش حدا يشوفها لحد ما أخلصها، بخليها هنا برايفت. لكن unlisted مثلاً أنا قدمت لسفير ويكلت لكن بدي أبعث لهم الكوليكشن لازم أعملها unlisted مشان يقدر يشوفوا، لأنه إذا برايفت وبعثت لهم اللينك ما رح يقدر يشوفوا، وببليك إذا عام. وهي طبعاً أكيد كلنا بدنا نعمل ببليك لطلابنا أو لزملائنا مشان يستفيدوا منها. الآن كيف بدي أخرج من حسابي؟ في هنا ثلاث نقاط رح أضغط عليها رح يجيني هاي القائمة View Public Profile اللي هو البروفايل تبعك، صفحة البروفايل تبعك زي الفيسبوك وزي أي تطبيق. Settings الإعدادات إذا بدك تغير مثلاً الإيميل أو الأشياء هاي. هنا إذا بدك تغير حسابك ممكن أنا أعمل أكثر من Collection مثلاً، أو Log Out إذا بدي أخرج تماماً من هاي الحساب. أوكي، ممكن كمان أعمل إيديتينج، بديش أطول، بدي أعمل أنا بسرعة الباوربوينت عشان أروح على التطبيق العملي. هون بعمل صورة غلاف، كيف بالفيسبوك بعمل صورة غلاف، هون كمان بختار صورة غلاف، بختارها إما من اللابتوب هون أو من اللايبراري اللي هي المكتبة اللي بتكون معايا، ونفس الإشي الخلفية طبعاً. هاي بالنسبة للأشياء الجمالية. طبعاً هنا زي ما حكيت قبل شوية، لاحظوا هنا لما أنا ضغطت على public هيو أجا صح عليها. إذا روحت ضغطت على unlisted اللي هي مدرج غير مدرج، يعني فقط بعطي اللينك زي ما حكيت للناس مخصصين، ما بدي كل الناس، لكن هنا أي حدا بيشوف اللينك بيقدر يشوفه أي يفوت عليها. private إذا خاصة أشياء ما بدي حدا يشوفها. وطبعاً بحط صور هاي بتكونش أنا موجودة، ممكن أحط صورتي، ممكن أحط وردي، ممكن أحط شهادة تعبر عن إنجازاتي اللي بدك إياه. هنا طبعا هذا هو اللي هو اسم حسابي، لما أنا بدي أقدم عضوية ويكلت أو قائد ويكلت أو سفير ويكلت راح أضغط هنا وأعمل كوبي بنسخ لهذا الإشي مشان أحط حسابي على الويكلت مشان أي شخص بقدر يفوت عليه. هدول اللي أنا متابعتهم وهدول اللي هم متابعيني. طبعا هذا القديم الآن راح تشوفوا أعداد أكثر الحمد لله، لأني كثير عملت مجموعات على الويكلت. الآن كيفية إنشاء المحتوى، هون بيبدأ الشغل. ياريت اللي بخربشوا على الشاشة لو سمحتوا، ياريت الخربشة هاي مش ضرورية لو سمحتوا لو سمحتوا. الآن أول خطوة إني باجي بضغط على الزائد رح يجيني قائمة بأشياء كثيرة رح نشوف شي هي، هاي حكينا عنهن. شو الأشياء اللي ممكن أدرجها؟ ممكن أدرج رابط إلكتروني أجيب من النت، أطلع من الويكلت وخليه مفتوح يعني، وبجيب رابط سواء بي دي اف سواء مثلاً صور سواء رابط فيديو أو أي شيء، وبحطه في هاي المجموعة. يعني المجموعة بتكون خاصة بشيء معين، أنا معلمة مثلاً لغة عربية بدي أعمل عن اسم الفاعل، بحط كل إشي يتعلق عن اسم الفاعل بأي شيء من هدول الأدوات، رابط إلكتروني، ممكن نص، ممكن نص أكتبه مثلاً ورقة عمل أو امتحان أو أي شيء، ممكن فيديو من داخل الويكلت، ما فيش ضرورة إني أطلع من الويكلت وأروح أجيب مباشرة، بضغط اسم الفاعل بيجيني أي إشي بدي إياه، أو الخلية النباتية أو الجهاز الهضمي أو التاج كويشن. إحنا أنا كمعلمة لغة إنجليزية كل حسب تخصصه، وبالعربي وبالإنجليزي ممكن تجد اللي بدك إياه أو بأي لغة. مقالات ممكن كمان مقالة كاملة، ملفات بي دي إف أكون حافظها عندي على اللابتوب، تغريدات حتى من تويتر. حكيت في البداية إنه مهم جدا تكون إلك حساب على تويتر، لأنه هاي منصة ويكلت والمسؤولين عنها بتابعوا
تويتر أكثر من الفيسبوك والواتساب وهاي الأشياء. ممكن كمان صور بي دي اف، ممكن عفوا صور عادية كن حافظة حافظتها على ملف عندي على اللابتوب حسب الدرس اللي أنا بدي أعمله. لنفرض أنا عاملة عن البريزنت كونتينيوس، أنا عاملة عدة صور مجهزتها بكون على لابتوبي زي ما رح تشوفوا، أو التاكي كويشن، أو عن فلسطين، أنا معلم التاريخ مثلا رح نعمل بعد شوي مجموعة عن فلسطين، أو ملف بي دي اف. إذا هاي أشياء اللي بتكون مدرجة في كل كوليكشن، هيهن هدول في الإنجليزي اللي حكيتهن، هذا يو ار اللي هو بكون ناسخة من برا الرابط وبس بضغط هون بعمل بيست يعني لصق، هون آد تكست ورح نشوف كيف ممكن نتعرف عليه وكيف نحسن فيه ونعدل ونزبط، هون اليوتيوب ممكن لنفس في جوا الويكلت، هون تويتر، هون البوك ماركس. شو هاي البوك ماركس؟ اللي هي إذا إشي له علاقة في داخل مجموعاتي كلها على الويكلت. لنفرض أنا عاملة عن اليوم بدي أعمل عن فلسطين، ممكن أبحث في مجموعات أخرى يمكن أنا باقي كاتبة عن فلسطين أو حاطة إيش عن فلسطين، فممكن أضيفه كمان لهاي المجموعة فبثري مجموعتي أكثر فأكثر. إيميجز حكينا من عندك من اللابتوب أو من اللايبراري زي ما رح نشوف. أبلود بي دي اف اللي هو ورقة عمل أو أسايمنت أو مادة إثرائية أو اختبار كويز صغير إلى آخره أو واجب. جوجل درايف كلنا بنعرف إنه بنحفظ أشياءنا كثير على جوجل درايف أو وين درايف، سواء باوربوينت، سواء بي دي اف، سواء صور إلى آخره. هون هاي حلوة كثير رح نتعرف عليها ورح تحبوها، هاي بالصوت والصورة. مثلا بدل ما أنا أكتب لها كتابة مثلا اقرأي النص الآتي وأجيبي عما يلي مثلا كمعلمة لغة عربية إذا أنا معلمة عربي، لا ممكن أنا أسجل صوت وصورة وأقرأ لهم النص وأحكي لهم مثلا اقرأي النص الآتي مرة أخرى ثم جدي مثلا حرف جر، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره. فبقدر أنا أعمل هون أصوات صوتي وصورتي، والطالب نفسه برد يجاوب علي بالصوت والصورة. هنا بعزز عنده القيادة الليدرشيب اللي هي إحدى مهارات القرن 21، بعزز الكرياتيفيتي كمان اللي هي الإبداع وما إلى ذلك، بالإضافة للتعاون طبعا. هدول حكينا عنهن اللي هن الببليسيتي creating collection. هون كمان مش حكينا بغير أنا صفحة الغلاف، ممكن أغير الباك جراوند، راح نورجيكم إن شاء الله في التطبيق العملي. الآن مهم حكيت إني كيف بدي أشارك هاي المجموعة، أنا عملت مجموعة عن الخلية النباتية أو عن مثلا معركة حطين لنفرض إلى آخره، كيف بدي أشارك؟ ممكن أشارك عن طريق لينك، اللينك هذا بس أعمل كوبي وببعثه على صفحتي على الفيسبوك، على مجموعتي على الواتساب، على التيمز، وين ما بدي، أو عن طريق كود. هذا الكود اللي قلت لكم قبل شوية إن شاء الله نتمكن في آخر اللقاء ببعث لكم إياه، يعني ممكن حوالي 100-200 إن شاء الله 500 معانا، إذا أخذوا هذا الكود بيقدروا يشاركوا في مجموعتي اللي أنا أنشأتها. فممكن أستاذ يضيف لي مثلا عليها صورة واحد فيديو واحد. نعم بس لو سمحت ثاني رجاء يا اخوان اللي حط لوك، في ناس بدها تدخل بقول لك عندي الكهرباء ضعيف ما تعمل لوك، رجاء يعني انا استشيروني اللي حط لوك يقيم عن لوك. بس كمل تفضل زيد فضلك. فاذا هاي طرق المشاركه، في كمان عن طريق النيم اور ايميل اذا بدكش عن طريق هاي، لكن انا بفضل وبنصحكم عن طريق الكوبي لينك اكثر شيء انكم تشاركوها مع طلابكم او زملائكم او اي حدا. في كمان طريقه ثانيه عن طريق الاسم، اذا له هو حساب على الويكلت ممكن انا ادعي اشخاص زملائي الي انهم يشاهدوا هاي المجموعه يعطوني رايهم فيها يثروا لي اياها الى اخره، او عن طريق الايميل زي ما راح نشوف. إذن هاي المشاركة. الآن لما أضغط على كلمة شير في عندي عدة أشياء بتيجيني، إما عن طريق الباركود أو جوجل كلاس روم. إخواننا في غزة بيستخدموا جوجل كلاس روم مثلا، وفي بعض الدول إحنا في الضفة بدينا نستخدم التيمز مع زملائنا ومع طلابنا. ممكن أشارك على تويتر، ممكن نوتيفاي هنا يعني كأني بحكي للناس إني بخبر المغرب
الموردين إن اقتبست منهم. هنا هدول الأشياء اللي هي remind وريديت، هدول بصراحة أنا ما بستخدمهم، أو بشارك هاي المجموعة على الفيسبوك مباشرة، بس أضغط على شير بوديها على مجموعتي. أنا عندي مجموعة للإنجليش كلاب، بس أضغط بتيجي مشاركة على الفيسبوك اللي بدي إياه أو على صفحتي whatever. بدكش هدول زي ما حكيت قبل شوية عن طريق هذا الرابط copy and send it to any person that you want، يعني أي شخص بدك إياه بتبعث له إياها. الآن هدول كمان مهمات جدا عندي، النقاط الثلاثة رح نشوفهن اللي هن embed this collection. شو يعني embed؟ هنا كثير من زملائي حصلوا على خبير مايكروسوفت مثلا العالمي، وأنا الحمد لله السنة ربي أكرمني في شهر 8 الماضي، فالمجموعات اللي بعملها مثلا أنا عاملة مجموعة لشهاداتي العالمية والمحلية اللي أخذتهم سواء من الوطن سواء من برا من دول أجنبية، صور تدريباتي سواء أنا كنت أتدرب على أيدي خبراء محليين أو عالميين إلى آخره، أو أنا دربت الحمد لله بدرب ناس محليين وعالميين على أدوات مايكروسوفت، بس أضغط هنا بضمن هاي المجموعة في منصة ثانية اسمها سوي، وهي أيضاً لنفرض واحد بيحكي أستاذة من حضراتكم ممكن يحكي طب ممكن أحول هاي الكوليكشن مثلاً أنا عملت مجموعة عن تاج كواشن أو البريزنت سمبل أو أي شيء، أو عن اسم المفعول به أو عن فلسطين أو أي شيء، ممكن أحول بديش إياها الإلكتروني، ما حدا يجي بدي أورجي إياها يمكن فيش بيكون نت لأنه ضروري النت للوكلت، ممكن أحولها لبي دي إف؟ يس يو كان، ممكن أعمل بي إف إكسبورت فبنزلها ورقي وبطبعها وبحتفظ فيها في ملفي الإنجاز، ممكن أعمل نوتيفاي زي ما حكيت أخبر المغردين منهم، الاناليتيكس اللي هي بدي اشوف احصائيات مين عمل كوبي لهي مجموعتي، لكن اذا انا معطي صلاحيه الكوبي، فهي الاشياء ممكن تظهر معنا خلال التطبيق ان شاء الله. اخر وحده هنا تشينج فيزيبيليتي حكينا عنها، ديليت كوليكشن اذا بدي الان انا مثلا بدرب ممكن بعد ما خلصت ما عجبتني المجموعه لانه فيها اشياء ممكن مش مزبوطه او مش لا تمت بصله لهذه المجموعه، مباشره بعمل ديليت كوليكشن فبتروح مباشره خلاص ما بتضلها. الآن حكينا عن المجموعة التعاونية، حكينا بالبداية هدول الشغلات الثلاثة مهمات، هاد لما أنت مستخدم جديد ساين أب تسجيل دخول، لوج إن تسجيل دخول إذا أنت إلك حساب أصلاً على ويكلت، لكن إنتر كود مش ضروري لا تسجل دخول جديد ولا يكون لك حساب، زي ما حكيت قبل شوي بعطيكم أرقام بعد شوي إن شاء الله ممكن تدخلوا بس تكتبوا ويكلت وبتيجيكم هاي الواجهة مباشرة بتدخلوا، شايفين كيف رح يجي هون انتر كونتريبيوتر كود، بس بتدخلوا هذا رح يتغير طبعا في أرقام وأحرف، ومباشرة بتضغط على جوين بيجيك add your name بتسمي حالك أحمد ومحمد محمود whatever، وبعدين add مباشرة إلا أنت وين في المجموعة تبعتي اللي أنا أنشأتها، فبتقدر الآن تضيف أي مورد أو أي مصدر بدك إياه زي ما بتحب، فهي جدا حلوة وتعاونية خاصة للطلاب، ممكن أنا أشجع الطلاب على عمل التعاوني كمهارة من مهارات القرن 21. الآن هنا هاي join collection زي ما حكينا اللي هي مشان تضيف عليها وتثريها. الآن بديش أطول عليهم، هذا حسابي على الويكلت اللي بحب في آخر اللقاء إن شاء الله بنبعث له إياه، وهدول الروابط إن شاء الله إن تمكننا how to be a member and leader in ويكلت، يعني كيف رح تكون بتصير عضو وتيجيك شهادة من المنصة العالمية التفاعلية لأنك تكون عضو وبعدين قائد وبعدين أمباسادور، وطبعا ضروري جدا إنك تنشر مبادئهم وتدرب الناس سواء طلاب أو زملاء عليها مشان يشوفوا هل فعلا استثمرتها استثمار صحيح ولا لا. هي مثلا شهادة ليدر للسيرتيفيكيت اللي هي للقائد ويكلت، هي مثلا إشارة أو هيك نمط بيعطونا إياه للأمباسادور مشان تحط صورتك وهيك تعمل إنجاز إلك إلى آخره. فهاي أهم الشغلات اللي إحنا حبينا نحكيها.
الآن راح أبدأ إن شاء الله. بعد إذنك خلينا نصلي بعد خلينا إذنك. خلينا نصلي بالضبط، خلينا نصلي. 7 دقائق للصلاة وبنرجع إن شاء الله. إن شاء الله. ماشي، شكرا لكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. الله يبارك فيك. يا رب. الله يبارك فيك. يا رب جميعا إن شاء الله. الآن الصلاة ونبدأ إن شاء الله في التطبيق العملي المباشر. بارك الله فيكم، شكرا. يعطيك العافية أستاذة شوقية. الله يعافيك، حياك الله، أهلا وسهلا. حبيبي أنا إمرامي معاكي. أهلا وسهلا، حياك الله، أهلين إمرامي، كيف حالك؟ الله يخليك، مبسوطين والله. الله يبسطك يا رب، إن شاء الله بتضلوا مبسوطين، وتشرفت فيكم كلكم، كل باسمه ولقبه، يعني برحب فيكم. الله يكرمك، الله يسعدك يا رب، تسلمي تسلم. خلينا نصلي إن شاء الله. آمين، نصلي إن شاء الله. دكتورة شوقي يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. بارك الله فيك على هذا المجهود، وتقبل الله صلاة الجميع. آمين يا رب جميعا، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. دكتورة شوقي، بس ممكن سؤال؟ تفضلي. هلا أنا لاحظت إنه بخطوات عمل المنصة وهي إنه كلياتهم متشابهين، هلا أنا أول مرة بعرف الويكليت إنه منصة تعليمية، إنه ممكن استخدامها بهاي الأمور، أنا صدقا أنا أول مرة بعرف، أنا من سوريا نحن ما بنستخدمها، لأنه حياك الله، راح تحبيها وتستخدميها إن شاء الله. لاحظت إنها مفيدة جدا، يعني حلوة، ما أنا مملة، ما أنا راح أورجيكم الآن كوليكشن جاهزة إلي، ومباشرة راح أبدأ إن شاء الله بالتدريب كيف أنا أعمل هاي الكوليكشن. أنت كمعلمة علوم، كيمياء، عربي، دين، إنجليزي، whatever، زي ما أي مادة. الله يعافيك، حياك الله أم محمد. يعطيك العافية، ما شاء الله عنك. الله يعافيك يا حبيبتي، تشرفت فيكم كلكم، والله مبسوطة فيكم، يعني أنا يعني أكثر شيء مبسوطة إنه جمع يعني عظيم بين مبدعي الوطن، يعني أنا كثير مبسوطة فيكم كلكم. والله يبارك فيك حبيبتي، الله يرضى عنك. يعطيك العافية. الله يعافيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. من تونس رجاء علوي. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل أهل تونس وكل الأقطار العربية. الله يبارك فيك يا عائشة. الله ويعيشك، أنا على فكرة قد ما بعرف ناس من تونس صرت أعرف بعض الكلمات. يعيشك يعيشك مدام شوقية. الله يرضى عنك حبيبتي. الله يرضى عنك، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أهلا يا أستاذ عبد الرزاق، حياك الله. ما هنوش عليك تصلي، ما هو بدي أصلي، اسمحوا لي أصلي. الله يبارك فيك، يعطيك العافية شوقية. الله يعافيكم، حياكم الله، أهلا وسهلا. نلتقي بعد لحظات. أيوة نلتقي بعد لحظات، اسمحوا لي بالصلاة. ما شاء الله دكتورة، محاضرة شيقة جدا جدا، وكلنا هنستفيد منها. آمين يا رب يا رب، بتمنى فعلا إنكم تستفيدوا وتطبقوا مباشرة، لأنها عظيمة جدا جدا، وأنا مستعد لأي تساؤل. سيدة الشوقية، والله لا يمكن أن أقطع على صلاتك، أنا فتح الحداد أشكرك بكل صدق، وأتمنى الله من الله أن يتقبل صلاتك. آمين يا رب. ريت الناس كلها تفهم هذا الكلام. الله يبارك لك يا شوقي. الله يرضى عنك يا أستاذ فتحي، ونتشرف فيكم كلكم. إخواننا في تونس وفي جميع الأقطار العربية. سي فتحي، أنا أخوي عبد الرزاق، شو الأحوال؟ لاباس؟ حياك الله. أين درت وحط الأستاذ تصلي؟ رب يقبل على الجميع، والله أخت شوقي تستحق القدر بصراحة. ملا حياكم الله. دقائق، أستاذ عبد الرزاق تولى الأمر. ما تخافي، اللي عنده سؤال تو نجاوبه باذن الله. اطماني استاذ عبد الرزاق، ما شاء الله، يعني وعندنا اساتذه عمالقه في المنصه، يعني ما شاء الله عنهم. الله يفتح عليك، اساتذه عمالقه جدا. الله يعطيكم، بس دقيقه اذا سمحتي لي ست شوقي، بس دقيقه تفضل. طبعا هاي نشرنا مجموعات واتساب، الجديد ممكن ينضم لها، احنا انا 6 مجموعات، هيك بتكون مشترك في واحده. بالنسبة لشهادة الحضور، يعني بعد نقول 3 ساعة بنوزع للحضور، لكن أهم شيء يا أخوان الصدق، الأمانة، المهنية،
يعني بريدك حطه صح، تصل شهادتك تلقائيا، وانا اتحداك عبي بياناتك بس مش راح تستغلها، خلينا ناخذ صوره حضاريه واخلاقيه ومهنيه عن انفسنا مشان انفسنا. راح نوزع نموذجين، نموذج للجمعيه ونموذج اللي هي لويكي ليد او راح يعني يحصل كل مشارك على شهادتي، بس علينا ساعتين تصل. نعم، فيضع بريد صحيح ما يشغلناش، احنا ناس مشغولين جدا، وراح فيما بعد نحط رابط الشير هادات كجمعيه على على صفحه الفيسبوك. يا اخواني ضروري تتابعوا الفيسبوك، لانه الناس تيجي بترمي 50 سؤال في خلقتك وانت وجهك كله في السنه النيران مش فاضي يعني تقرا. يعني اليوم حطيت عند ترجمة القانون نطت لي خلال ثاني كم رسوم الدوره، طب انا حاط لك يا اختي حاط لك رسوم الدوره الله يرضى عليك اقرا. فهذا مهم يا اخوان، انتابعوا صفحتنا وان شاء الله بعد ثلاث ساعه بنحط رابط الرابط للجمعيه ورابط اتصلك لبريدك تلقائيا. يعني بس تاكد حط اسمك بشكل، بدك تحط اللقب حط اللقب دكتور بروفيسور مترجم مدرب الى اخره. احييكم سامحوني. عفو، خاصة النقطة هذه نقطة البريد الإلكتروني، تأكد من كتابة البريد الإلكتروني كتابة جيدة صحيحة، لأن إن تمت إضافة فضاء أو نقطة فإن الرسالة أو الشهادة لا تصل إلى البريد، وهذا ما نعاني منه يعني في التدريبات. يعني العديد من الزملاء المتدربين يعني يضعون بريدهم الإلكتروني بطريقة خاطئة أو أن البريد الإلكتروني غير فعال، تأتينا رسائل تبين أن البريد الإلكتروني يعني غير موجود تماما. نبعث البريد في التشات يا أستاذ؟ لا، عند ملء الاستمارة، عند ملء الاستمارة يطلب منك وضع البريد الإلكتروني، يعني كتابة البريد الإلكتروني اكتبه كتابة صحيحة وتأكدي من أن البريد الإلكتروني مفتوح يعني يفتح يعني صحيح. من أين نحصل على الاستمارة؟ الاستمارة في الأخير، الاستمارة في الأخير، الاستمارة في الأخير، الاستمارة في الأخير ستتم. أستاذ عبد الرزاق يعطيك العافية، الله يفتح عليك أستاذ، الله يخليك. أود أن أعقب على كلامك اللي تفضلت فيه على المشاركين، يعني يرجى التأكد أو فحص بريد السبام، لأنه أحيانا الشهادة تجي على السبام. أي في بعض الأحيان. أي من المستحسن من البريدين يعني... نعم أي من المستحسن يعني الرسائل يعني ترسل ليس في الاسباب، يعني حدث لي ان الرسائل يعني الشهادة تذهب الى الاسباب فيتم ايقاف الحساب، يعني جوجل المسؤول على البريد الالكتروني توقف حسابك، تقول انك ان هذا الحساب مستخدم لارسال يعني براءه غير رسائل غير مرغوب فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. احييكم ويعطيكم العافيه. ست شوقيه يا ريت نبدا نروض. لحظات تكمل الصلاه وتعود. خليها تصلي، خليها تصلي دكتور بعد الدكتور. طيب سيفوبلي جو نفيان با اتون اوتر شوز. نون سي سا با اكسكوز مو. Dis le machin chinois qu'on apprécie de la merde. Aïe, Philippe. J'aime pas la sauce. Please mute your phone. Please. On peut manger ça sans leur sauce. Docteur Abdelrazak, please. Amin el Bekir. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro sur muet? Non, je suis un peu. Monsieur, اعملوا له ميوت للي بيحكي هذا الفرنسي. احسن هو بيحكي في كلام مش حلو. انا طلبت منه يحط طب خرجوا من القاعه. خرجوا لازم يحكي عربي، احنا عرب هون يعني اللغه العربيه. I muted him already, no problem. I muted him. ممكن مش ميوت، remove him from the meeting. بالضبط، اذا بحكي الفاظ بدي اشوف جاي مزبله وديها على كل مكب النفايات. الله يخليك. خلاص ايوان على مكب النفايات انفو.
ممكن بيحكي في تليفونه على الخاص بس لازم يعمل ميوت. حطيت رابط حضور على واتساب. طب ما حضرش المحاضرة، خلينا دائما نكون مهنيين. الله يخليكي. في جمعية سياسية ننتبه لها يا اخوان، ما حدش يطلب لا حضور الا سياسي، معايير احنا في الحياة، مش يعني شرفه في ديوانية ولا مضافة الحج مازن، لا، فينا معايير مهنية وأخلاقية بتدير جمعية، ما حدش يعطينا تعليمات وين نحطه وين نرمه. بس تفضلي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله. الآن بدي أورجيكم كيف أنا بدي أفوت أنا إلي حساب، وبدي أورجيكم مجموعة جاهزة مشان ننطلق لتكوين مجموعة جديدة مع بعض بإذن الله مع التطبيق العملي. بسم الله. الآن أنا فتت على متصفح جوجل، شو رح أكتب؟ طبعا زي ما حكيت بس أكتب وكلت هكذا W A K E L E T. أصلاً قبل ما أكملها لاحظوا طلع عندي هي هو وكلت بحث، بضغط على البحث. هي راح يوديني على مجموعاتي على الوكلت. أنا إلي حساب الآن. بعد شوي بدي أعمل حالي زيكم إنه ما ليش حساب. هاي أول واجهة. الآن راح تظهر عندي وكلت سيف، طبعاً إنه بحفظ فيها أشيائي كملف بورتفوليو، إني بحفظ هن بضلين معاي طول الوقت وبضلني أزيد وزيد. أورجانيز بنظم شغلي بصراحة. زمان كنا ملف على اللابتوب للفيديوهات، ملف للمادة الاستماعية، ملف للامتحانات، ملف أوراق عمل، ملف ونصير مخربشين بحالنا. لا، هنا كل مجموعة أنا بعمل وحدة كاملة، الوحدة الأولى من الكلمات، من القطعة، من القواعد، من الليسنينج مثلاً، أي إشي بدي إياه. إذن هون تنظيم. كمان شير كونتنت، إني بشارك هذا المحتوى كما قلنا في العرض. الآن ضغطت، ممكن اللي معاه لابتوب يطبق معي أو على الجوال عادي. It's okay. لاحظوا أنا مباشرة أجاني هون أنا، لكن بديش بدي أورجيكم بدي أعمل لوج أوت وكيف بدي أفوت على مجموعتي. بدي أحاول أنا لأنه already شايفين هاي الواجهة اللي قبل شوي شفناها في العرض رح تيجينا. الآن أنت الكود قلنا حتى لو ما لكش حساب لوج إن، أنا الآن رح أضغط ساين أب بعد شوي. خليني أدخل على لوج إن. الآن لاحظوا كلنا رح تيجينا إذا أنا إلي حساب هيك وكلت لوج إن تو وكلت. في عندي أربع خيارات هون وهذا الخامس. إذا في عندي هذا جديد ضافوا كونتينيو وذ أبل إذا إلك حساب على أبل، أو كونتينيو وذ جوجل إذا إلك حساب على جوجل بس تضغط مباشرة بيوديك. بعدين إذا إلك حساب على مايكروسوفت تختار واحد فقط، أو continue with Facebook، أو بتدخل إيميل. أنا already حسابي الأصلي على جوجل. شوفوا لما أضغط عليه وين بده يوديني. لاحظوا وداني هنا أختار حساب. عندي حسابات إلي ولولادي مثلاً، أو إلي حسابات كثيرة، فممكن أنا بدي أختار فقط حسابي طبعاً لأني بدي أفوت أضيف عليه وأضبط فيه. الآن بما إني أنا مش جديد، لاحظوا أنا عندي مجموعات كثيرة. هاي اللي هي الصورة الشخصية اللي أنا عاملها، إني أنا سفيرة المنصة، سفيرة منصة وكلت العالمية. هذا هو اسم المستخدم لما بدي أقدم لسفير أو عضو أو قائد، لازم أضغط عليه أعمل له كوبي وعمل بيست. هنا أنا متابعة 91، وفي 121 شخص على منصة وكلت متابعين سواء عرب أو أجانب بيكونوا. هون الكوليكشنز اللي هي المجموعات اللي أنا عاملها سواء منهجية أو غير منهجية، عددها 231. أنتوا راح يظهر عندكم صفر إذا إجداد. البوك ماركس، شو قصدهم بالبوك ماركس؟ اللي هن من فيديوهات، من صور، من PDFs، من روابط، من أي شيء أنت وضعته في
داخل هاي المجموعات. أنا عندي حوالي 1313 بوك مارك. الآن جروب كوليكشن اللي هي المجموعات التشاركية حوالي 67 مجموعة. الآن بدي أعرض لكم واحدة، لاحظوا مجموعاتي مثلا هنا لما دربت على وكلة 28 واحد، هنا مثلا مادة إسرائيل أول ثانوي بعمل إلكترونيك مثلا إكزامز أور جيمز، هنا لصف عاشر، هنا مثلا مشاركة أنا سفيرة لبلدي لفلسطين في مشروع عالمي عن التنمية المستدامة، هنا أشياء بعملها على لينيوت وراح تشوفوا برضو بآخر إشي إذا بتحبوا تشاركونا بآرائكم عن اللقاء عن الورشة التعليمية بيكون كثير حلو، هنا برضو اختبار إلكتروني تروني على الورد وول إلى آخره. أنا لنفرض بدي أنا كمعلمة لغة إنجليزية بدي أعرض لكم، تحملوني بس موضوع عن وحدة للصف التاسع وست سناء معاي بتدرس نفس الصف وأكيد في مدرسين زينا، لكن راح نكون وحدة بالعربي بس هاي عشان حابة تكون من المنهاج. الآن هاي الصورة ما كانت أنا اخترت، رحت جبت صورة وحضرتها عندي في ملف على اللابتوب عن صلاح الدين مشان أحط هاي الصورة واجهة للمجموعة تبعتي، وهاي الخلفية اللي أنا اخترتها برضو خلفية من اللايبراري. هون كتبت العنوان يونت 4 صلاح الدين ولأي صف، وهنا الأشياء اللي أنا مضمنها 13 شيء مضمن فيها وفي سبعة شايفينها. الآن هون حطيت أنا فيديو، ضغطت وحطيت فيديو عن معركة حطين لأنه في الدرس ذاكرين عن معركة حطين. هنا في عن جيروزلم لأنه حكوا عن القدس وكيف أنه حررها من أيدي الصليبيين وإلى آخره. هنا كمان أشياء إثرائية حطيتها على الورد وول، عملت لهم لعبة أو اختبار إلكتروني على الورد وول لطالباتي وشاركوا فيه. هنا بي دي اف عملت أنا باوربوينت حولته لبي دي اف لأنه هنا مشكلة ما بقدر أرفع الباوربوينت إلا بعد تحويله إما لفيديو أو بي دي اف زي ما بتعرفوا. عملت عن صفات القائد الناجح، أنا جمعتهن من النت ومن معرفتي ومن الدرس ومن هون ومن هون على شكل باوربوينت. هنا هي أنا جبت قطعة، أنت كمعلم لغة عربية ممكن تجيب لهم قطعة، هذا كويز وحطيت لهم أسئلة عليه، أو معلم كيمياء أو باحث أو ترجمة، دكتور عامر ما شاء الله في الترجمة والدكتور أحمد عوض والدكاترة الأساتذة اللي معانا حضراتهم ممكن يحطوا فقرة. دكتورة شوقية، دكتورة شوقية نعم. هلا أنا دخلت علشان بدي أتابع معاك، دخلت على اللي هو جوجل وكتبت توكلت وطلع عندي مش زي ما حكيتي حضرتك. ليه؟ عشان تضل متابعة معك. لا لازم يطلع معك عند البحث، لما يطلع بحث اضغطي على بحث بيطلع عندك. انت الان ما عندكش، انت بدك تعملي، معلش انت هسه ما تشتغلي، انا لسه بعرض اشي جاهز، بعد شويه انتظري لو سمحتي وان شاء الله راح نجاوبك على سؤالك. يا ريت اللي عنده اي سؤال لو سمحتوا يكتبه على جنب وباخر اللقاء بنفتح مجال للاستفسارات. الان انا بس ما بشتغل، قاعد بس بعرض بإشي جاهز، بعد شوي بدنا نطبق. الآن إذا هاي ورقة عمل بنعتبرها أو اختبار، هاي حطيت لهم أسئلة، أنت كمترجم حكينا ممكن تحط فقرة وتطلب منهم يترجموها وبتعطيهم الرابط وبرجعوا لك إياه أو بتعملها تشاركية إلى آخره. هاي كمان أشياء عن القواعد اللي في هاي الوحدة مثلا حطيت لهم إياه، فهاي أشياء أنا عملتها لطالباتي. هاي مجموعاتي سواء مثلا عملت عن كورونا فيروس، عن القواعد، عن في مناسبة كانت هابي ثانكس جيفينج داي، عن الأسرة مثلا، عن شروحاتي على التيمز لطالباتي سواء توجيه أو أي صف ثاني، في عن يوم السلام العالمي، في عن منصات ثانية عن البانسي وين وصلت في التوجيه إلى آخره، الرزم التعليمية يعني أنا عن هاي اليوم العالمي للسلام مثلا، هاي مثلا شهاداتي مثلا على الوكلت، شهادات في مايكروسوفت كيف كنت عضو في مايكروسوفت، عضو بسيط والحمد لله في خلال أشهر قليلة صرت خبيرة مايكروسوفت العالمية، جمعت شهاداتي وأعمالي في كل كوليكشن. لاحظوا كيف الترتيب هنا، كيف أنا هذا طلب إني أكون قائدة في وكلت، حط
خطتي، شو الأشياء اللي بتأهلني، إنجازاتي إلى آخره. يعني أنا هنا على تطبيق الكويزز، هنا في تطبيق كاهوت، هذول تطبيقات جدا بنصحكم تستخدموهن، وإن شاء الله إذا بسمح لنا دكتور عامر مندربكم عليهن، كثير رائعات لكل يعني المعلمين أو حتى الباحثين. هنا مثلا عن جيروزلم منهاج عاشر، هنا لما حصلت على شهادة مدرب من مايكروسوفت إلى آخره، يعني عدة إنجازات. هنا عن الهيلثي فود عندنا درس للطلاب مثلا، أي شيء بدك، عن العيد، عن النكبة، عن الصفوف الافتراضية إلى آخره. أنا بدي أطلع منه الآن، بدي أطلع، لاحظوا وين رحت مشان أخرج، جيت على النقط زي ما حكينا. أوكي، هنا النقاط اللي هو شو فيه، هنا view public profile، إذا بدك تشوف البروفايل تبعك لاحظ، بس أضغط عليه وين بده يوديني. كل واحد بروفايله بيختلف عن الثاني. هاي البروفايل هي اللي أنا بحط الصورة اللي يعني تنبئ عن إنجازاتي مثلا، مشان أنا أظهر إني أنا عندي إنجازات. هنا كمان صورة ثانية أنا برضو بختارها، بدك بتيجي هون كمان، هدول المعلومات ما رح يكونوا موجودات عندك، زي سي في بسيطة، بحيث أنا الآن رح أعطيكم مثلا هذا الرابط اللي هنا، بس أعمل كوبي بيس، ممكن أعطيكم الرابط مباشرة بس تقرأوا مين هي شوقية حواوري، بتعرفوا مين الدكتور فلان، بتعرفوا عنه من السي في البسيطة اللي عنه. الآن كيف ممكن أعمل إيديت، ممكن إذا بدي أضيف إشي بعمل إيديت تحرير، ماشي، ممكن أغير باسمي، ممكن أغير في المعلومات، ممكن هنا كمان مهم جدا عملت تنظيم أكثر، مش عملت مثلا مجموعة للباست للبريزنت سيمبل، مجموعة للمضارع البسيط، مجموعة للمضارع المستمر، مجموعة للمضارع التام إلى آخره. ممكن أعملهن بالآخر كوليكشن واحدة وأسميهن المضارع، الفعل المضارع فقط مثلا، مشان أرجع بس أضغط عليه بفتح عليهن. فهنا ممكن أنظم شغلي أكثر فأكثر. أنا الآن بدي أطلع من هذا الإشي، هنا view spaces ما بدي أحكي منها، هنا account settings اللي هي إعدادات ملفك أنت، change email إذا بدك تغير الإيميل، حكينا زي ما شفتوا بالعرض، إذا بدك تغير الباسورد مثلا، حسيت إنه في حدا بده يخرب لك حسابك ممكن تغير الباسورد، notifications زي الفيسبوك، يعني إشعارات مين ممكن شارك معك، ممكن كذا. هنا manage account تدير الحساب انت، هنا apps اللي هي تطبيقات، هنا languages مهمة اذا بدك تختار اللغة، ايش اللغة اللي بدك تختارها. طبعا لاحظوا لما ضغطت عليها فتحت لي نافذة your language، هنا UK تختار اما US اللي هي امريكية ولا بريطانية، في عدة لغات Italian, the Dutch, France الى اخره اللي بدك اياه انت اختاروا. إذن هاي كلها من وين؟ من الأكاونت سيتينج والفيو بابليك، قلنا الملف استنصت عليها. إذا أنا بدي عندي أكثر من حساب على الويكلت، بدي أتنقل بين حساباتي، لكن لا أنصح، لأنه حساب واحد يكفي، وهذا ليميتلس. شو يعني ليميتلس؟ غير محدود، يعني بيفرق عن السوي اللي حكيت عنه قبل شوي، إنه هذاك بيحدد لك عدد معين من الأشياء اللي بتضيف على السوي، لكن هون إن شاء الله مليون إشي بدك تضيف عليه، مليون مجموعة عادي، فما فيش حاجة إنك تعمل آد another account. فبرجع هون، ما بديش أنا أغير الأكاونت اللي إلي. أوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا بدك لوج أوت، أنا بدي الآن أخرج، بدي أخرج، بعمل لوج أوت، خروج، خرجت من إيش، من هذا المجموعة اللي إلي. الآن يبدأ التدريب العملي على ساين أب. إحنا كثير وفي أساتذة سمعتهم حكوا، وأستاذات حكوا، إحنا لأول مرة بنسمع بهذا الويكلت. يا أساتذة حضرات، ممكن أنت زي ما حكيت تضغط هنا، إذا إلك حساب على أبل مباشرة بيوديك على حسابك وبتدخل، أو على جوجل، وبنصحكم على جوجل أو مايكروسوفت، مشان ما تضلك تحط الإيميل وتنسى ويقول لك غلط ومش غلط. مجرد كيف لما أنا هسه قبل شوي ضغطت وداني على حسابي جوجل أو على مايكروسوفت إذا لك حساب، أو إذا بدك تريح حالك على الفيسبوك بس يكون حسابك الفيسبوك موجود. الآن أنا بدي أضغط على هاي مشان أشوف كيف بدنا نعمل حساب جديد.
لنفرض أنا بدي أكتب اسمي هون، الاسم جديد شوي، بسم الله، هاي شوقية، هاي كتبت اسمي. إذن هون التدريب العملي، أول شغلي بكتب اسمي، بعدين ست شوقية من فضلك. نعم. أول خطوة لما get started بيجيك أربع، مين أفضل طريقة الواحد يدخل للموقع؟ أفضل طريقة بحيث أنه ما يظلش كله خطأ عندك الإيميل ولا whatever. أيوة، راح أعيد يا أستاذ، حاضر. هاي برجع، هاي بعمل أنا هون sign up، أوكي؟ في عندي get started، في عندي continue with Apple. إذا إلك حساب على Apple، بس بتوقع هاي مش كثير الكل، أنا ما عنديش يعني ولا بتعامل فيها. continue with Google أفضل شيء يا دكتور، إما جوجل أو مايكروسوفت، جوجل أو مايكروسوفت، مشان ما يضلوش يكون لك الإيميل غلط ونسيت والله الكلمة الباسورد وتكون عامل أكثر من مجموعة وممكن يروحن عليك. لا، خليك على واحدة من هدول. خلاص دخلت على جوجل، خليك على جوجل. دخلت على مايكروسوفت، ضلك ادخل على مايكروسوفت. أنا الآن لا بدي أدخل لا على أبل ولا على جوجل، يعني إذا دخلت هسه بدي يرد وديني على الجيميل تبعي إلا إذا اخترت جيميل حدا ثاني يعني، فبديش، ما بديش. ما هو الخطوة اللي بعدها لما قلتي له في جوجل ودى طوالي على الجيميلز اللي إلك. أيوة صحيح. شوف شوف وين وداني، ها لما ضغطت على جوجل رح يظهر لك الجيميل اللي إلك، هيني بضغط عليه، لاحظ وين وداني؟ وداك على اسمك و... وإيميلك وداي وبيرث واتيفر. لا، ما وداني على هدول يا أستاذ، لأني أنا فتحت على حسابي الخاص، وداني على الكوليكشنز المجموعات اللي إلي. طب بالنسبة للجديد، إحنا بعنينا الجديد. لا، أنا مش جديد، لا أنا ما عملت جديد، أنا ضغطت على جوجل، ضغطت على جوجل. لا يعني ست شوقية، احنا جدود مالناش حساب، مالكم مش حساب. خلاص الان هيني بدي اعمل، ما انا حكيت اذا مالكيش حساب بالمرة لا على جوجل ولا مايكروسوفت ولا بدك على الفيسبوك، انا الان هيني هون هسه بدي اضغط هون. لاحظ معي انت ماشي دكتور؟ يلا تفضل. وين ضغطتي؟ هيني هون، هيني لسه بدي اضغط، هيني sign up with email اخر اشي تحت. sign up with email. اوكي الان كرييت يور اكاونت، الان بقول لك اعمل حسابك. بدي اكتب اسمي، اول شغله بكتب اسمي، هاي اسمي، بعدين بكتب ايميل، ايميلي بدي اكتب ايميل انا وهمي، اوكي هاي كتبت ايميل مغفرة. هو اتبعنا على جوجل بنحط العنوان بس بيطلع لنا كذا خيار، نحن على اي نكبس الخيار من ضمن اللي بينزلوا من جوجل، هيك القصد. اللي من جوجل حسابك انت، اذا عندك حسابات كثير على جوجل ظهروا، كيف انا ظهروا هسه اكثر من واحد؟ انا بختار حسابي انا اللي بعرفه اللي لي باسورد فيه. الرسمي، الرسمي اللي انت بتتعامل فيه، وين حسابك الرسمي؟ على جوجل، على ياهو، على اوتلوك، واتيفر. اوكي شكرا شوقية. ممكن سؤال شوقية بعد اذنك؟ تفضلوا. بعد اذنك، انا ماشي بنفس الخطوات بس ما بعرف، يعني ما بتذكر انه عندي حساب قديم عليه، فما اعطاني كرييت ان يو اكاونت، اعطاني كرييت ان يو كولكشن، فاذا ذا سيم كرييت ان يو كولكشن معناته انت لك حساب، معناته أنت دخلتي على حسابك. أوكي تمام. مش متذكر بصراحة أني أنا عاملة. بيكون حساب تليفون، بيكون داخل على تليفونك نفسه، جيميل تبع تليفون. بالضبط. خلينا نكمل. شوقية بس سؤال بس شوي. إنه لما أنا عندي مثلاً حساب جيميل، أنا بضغط continue with جوجل، بعدين ما لازم يطلع لي إنه create new account مشان أعمل حسابي على الويكلي؟ إنه كفي حتى أعمل. لا لما كبسنا، لما ضغطنا يا أستاذ على جوجل وداني على حسابي على جوجل، بس ضغطت عليه دخلني على حسابي إذا أنا جديدة. أما إذا مش جديدة بحط اسمي. بحط اسمي عادي، وبحط الآن إيميلي. إيميلي ماشي، بدي أحط الآن الباسورد
صفر مثلا اي رقم اي المهم يكون صح. الان حطيت الاسم، الان بدي احط الديت اوف بيرث اللي هو تاريخ الميلاد. اعطيني ايميل واحد ثاني هون بحكي لي انه مستخدم. ممكن حدا ينقل ايميلي؟ نقليني بس الاحرف يكون صح. اف اي اف اي دي دبليو اي اس اتش ايوه اي 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 مرتين اي واحدة بس دبليو دبليو اي اس اي اس اي اس ات ايوه ات ات ميل دوت كوم هوت ات جيميل ات جيميل جيميل يس جيميل لازم يكون صح 100% جيميل دوت كوم الاسم فدوى سوري لازم امسح اسمي من هون فدوى. طيب الباسورد وبعدين بتغيري. اوكي اعطيني الباسورد. 0598 0598 28 50 64 64 اشارة الدولار إشارة الدولار. أوكي بس بدي أحط أنا تاريخ وهمي هيك. مش ضروري يعني. أوكي بعد ما حطيت الديت اللي هو تاريخ اليوم والشهر والسنة أي تاريخ عادي سواء صحيح أو وهمي لازم أعمل هنا تيك باي تشيكينج ذيس بوكس يو أجري تو ورك ليس تيرمز. كل ما نسجل في منصة بحكي لنا إني لازم أوافق على البرايفسي اللي هي الخصوصية والقوانين والأشياء اللي في هاي المنصة. لاحظوا لما كنت مش ضاغطة عليها كان هون كرييت يور اكاونت أخضر فاتح جدا، لكن بما إني ضغطت لاحظوا كيف صار غامق. فإذا عندما ضغطت كرييت يور اكاونت حطيت اسمي، حطيت الإيميل اللي إلي، حطيت الباسورد اللي إلي وضروري جدا أحفظها عشان ما يضلش يحكي لي غلط. بعدين بحط الديت اوف بيرث اللي هو تاريخ الميلاد اليوم الشهر السنة سواء حقيقي أو لا. بعدين هي ما كانت لا لو ضلني الآن أضغط هون create your account ما رح يعمل لي إشي، لكن بما إني ضغطت شوفوا وين رح يودينا. الآن بلف أيو بدي يودينا على صفحة ثانية نشوف شو هاي الصفحة. ليش أجاني نفس الإشي؟ مع انك دخلت بحسابي دكتورة بس فتح حسابك انت لاني يمكن كتبت اول اشي اسمي بهمش. الو ايوه الحين يا دكتورة شوقية لو سمحت ممكن تفضلي. حطيت اللي هو انت انه مربوط بالجيميل بس انا حطيته انه مربوط بالجيميل. بطلع عندي الاشاره الخضراء عص على الاشاره الخضراء اللي تحت ولا كيف؟ ايوه بس تضغطي عليه. هيني بدي ارد اعيد على المتصفح الثاني لانه قطع الصوت عندك. بهمش هيني بدي اعيده على متصفح ثاني. ظهرت الصفحه الجديده صحيح. طيب انا بدي اخرج بدي اعمل خروج. ظهرت الصفحه هو المشكلة لما مباشرة بيحفظ يعني بيضلوا يحكي إنه لاحظي شايفة هاي أنا لما بدي أختار أي حساب مثلا ممكن أحسب هنا إذا أنا الحساب هنا ضغطت هنا بضغط إما على جوجل حكينا أو مايكروسوفت أو فيسبوك جميل أنا عملت يس أو بعمل جيميل جديد. طيب أعطيني يا فدوى مرة ثانية فدوى. أيوة معاكي F A D لا اعمل ساين اب ايوه ساين اب
إنه خزن اللي كتبته F A D W A S H S H A W I S H S H at gmail.com gmail.com الباسورد 0598 28 50 $64 64 هاي الدولار وهاي 12 خلاص من اول يعني. طيب هاي حطينا اذا الاسم الايميل الباسورد التاريخ الميلاد كله كامل بدنا نعمل تيك هنا نشوف هاي بديش اعمل سيف اذا بدي اعمل سيف بعمل له سيف مشان مش كل مره ادخل السلام عليكم. لو سمحت يا دكتورة أنا دخلت كل الخطوات أيوة وصل معايا أنه بيديني بيقول لي نزل الأب بتاعنا لأن الشغل على الأب لما تنزل الأب بتاعنا من الأب ستور حيكون الشغل أفضل. لا مش ضروري تنزله يعني إما بتنزله أو مباشرة هي نشتغلت أنا مباشرة عادي. تنزيل التطبيق ممكن اللي بيشتغلوا على الجوال او على من كروم على الجوال بتقدر بتقدر تنزل على الجوال بس مش ضروري او من تطبيق كروم ممكن بده تنزيل التطبيق اب علق الهام اللي بتحكي ام انس حبيبتي معك اعطيني ايميلك ضرب. الهام اعطيني لانه علق هون على هذا الايميل اعطيني ايميلك كلمة المرور ناسيها عندي مش ضابطه لان محفوظات عندي وناسي محفوظات لأنهن شوقي أنا عملت واحدة أنا عملت دكتورة وقيا. بس اعملي ريفريش دكتورة اعملي ريفريش ليش علق ليش علق علق ما بعرف مرات بعلق هيك بنجن مرات لا على فكرة كمان دكتورة شوقي معلق عندي أنا كمان معلق لأنه بيكون عليه ضغط مرات فعلا بيعمل حتى بيخرج فكنا كريم نجرب كل دكتورة نعم زبط معك انا زبط معك كان عندي من اول حساب لانه وانا زي ست عملت وهيني بدي اعيد فدوى معاكي اعطيني بسرعه اس اتش اس اتش اي دبليو اي اس اتش اس اتش ات مش أولها بس بغلب وبعدين عادي لأنه النت شوي مرات ضعيف لازم الاسم بالإنجليش يا دكتورة؟ الاسم عادي لا مش الاسم الأولاني لا بس الإيميل أكيد طبعا الباسورد 0598 28 50 64 دولار أيوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هي إن شاء الله إنه زبط أيوة الآن بدينا في الخطوات لاحظوا هون أجتني مسج يقول لي Would you like Firefox to save this login for Wicklet؟ ما هو قبل شوي كان معلق بهمش مش من عنا يعني بيكون من عنده من الموقع معلش الآن أجتني مسج زي ما حكيت هل بدي أحفظ مثلا فدوى ما بدها كل مرة تفوت وتحط هذا الإيميل لنفرض ممكن إذا ضغطت على سيف خلص مباشرة بس تحط بداية فدوى مباشرة بتفوت بدهاش بتحطش أنا ما بدي أحط عشان هي بدها تعمل كوليكشن جديد وتغير الإيميل رح يجيني مباشرة هي فدوى برحب بالاسم اللي حطيته سواء عربي ولا سواء إنجليزي وبكل get started
connected يعني ابدأ. إذا نبدأ الشغل الآن. choose your username، هو بيعطيك أسماء مقترحة بكلنا available فدوى 390. بدكيش ممكن تغيري أنت، ممكن أنا أغيره مثلا بس فدوى مثلا ما بدي، أو فدوى 2021 هيني غيرته. إذا available هيو كتب لي available. الخطوة اللي وراها next مباشرة. لاحظوا بيجيني مسج بيقول لي how would you best describe what you do. شفتوا في العرض قلنا هل أنت educator معلم، أنت بدك تشوف شو الرول تبعك يعني دورك أو وظيفتك في الحياة، هل أنت معلم، هل أنت student، هل أنت رجل أعمال أو بتشتغل يعني تجارة وهي الأشياء، أذر يعني أشياء ثانية مثلاً رياضي، رحالة، whatever. أنا طبعاً بدي أختار educator. ممكن الطالب كمان يعمل collection، وأنا طالباتي الحمد لله ثلاثة صاروا سفيرات، وحتى قبل أخذوا سفيرة وكلت. ممكن أنا أضغط هون على educator. لاحظوا لما ضغطت أجتني كمان قائمة، لاحظوا لما ما ضغطت ما فتح معي إشي، الآن فتحت معي هاي القائمة. شو هي؟ بده يقول لي أي مراحل أنا بدرس، هل من عمر 3-4 اللي هم بالروضة، ولا أساسي، ولا ميدل سكول من عمر 11-13 ولا 14-18، ولا يونيفرسيتي، فمعناته أنا ممكن حتى دكتور الجامعة ممكن يستخدمها ملفات لطلابه مثلاً لامتحاناتهم، لنتائجهم، لغياب الطلبة، للأسايمنتس تبعهم. ممكن اللايبريريان كمان، أمين المكتبة، ممكن المدير يعمل برضو كوليكشنز عليه، ممكن سبيشال إديوكيشن إذا تعليم خاص، ممكن تكنولوجي أو إنستركتورال كوتش يعني إذا متخصصين في التكنولوجيا. أنا لنفرض بدي أختار هنا أنا كمعلمة فدوى معلمة مثلا هاي المرحلة لنفرض. لاحظوا شو أجاني، أجت اللون الأخضر الغامق، لازم يجي هيك مشان أضغط كمان next. إذا اخترت دوري، هل أنا معلم، طالب، بشتغل في التجارة والأعمال وإلى آخره، ولا أي شيء ثاني. اخترت المرحلة الدراسية اللي بدرسها، بعدين بعمل next. الآن هنا كمان حلو بحبه وكلت دائما يأكدوا من وين عرفت إنك، كيف تعمل أنت حساب على وكلت. كثير الآن سمعنا إنه في أساتذة ومعلمين وحضرات دكاترة بيقولوا ما بنعرف كنا عن الوكلت. فأنا بقول لي بليز ليت أس نو، هل في حدا صديق يعني قال لك عنه، ولا من سفيرة وكلت، أو من عضو من وكلت مثلا، أو إنه مدرستي أنا داخلة في برنامج للوكلت، ولا من وكلت ويبينار. ضروري جدا نحضر ويبينارات يعني ورشات تعليمية. شوقية ممكن بس ثانية، الله يخليك، مشان نريح حالنا. نموذجين يا إخوان وأخوات، النموذج الأول الشهادة الجمعية بتعبيه بالعربي لأنه راح تصدر بالعربي، والثاني باللغة الإنجليزية من وكيليت. فرجاء يعبي النموذج اسمه صحيح وبين صحيح. تفضل يا شكرا دكتور، شكرا. أو أنك حضرت ورشة عن وكلت وعرفت فيه وجاي عملت أنت هاي المجموعات على الوكلت، ولا من جوجل سيرتش وانت قاعد بتبحث على جوجل شفت والله وكلت حبيت تعرف عنها، ولا أن إيفنت في حدث ما بدك تخرف مثلا، هل هو كان مثلا في لقاء، في حفلة حدا حكى عنه إلى آخره، أو أي شيء أنت، أو من السوشيال ميديا أو أي شيء ثاني. أنا ممكن أختار من هنا لنفرض. الآن لاحظوا شو قال لي، ضن. شو يعني ضن؟ خلاص انتهى، الآن بدأ الشغل. الآن أجا اسم فدوى، اسم المستخدم لفدوى هيو اللي أنا غيرته فدوى 2021، following 0000 لسه لأنها جديدة فدوى، collection 0، bookmark 0، وجروب كوليكشن المجموعات التشاركية كمان زيرو، يعني ولا إشي عندها لسه، بدها تشتغل جديد. لاحظوا الزائد قاعد كأنه بنادي علينا يلا نبدأ الشغل. الآن التطبيق العملي، راح أضغط على الزائد. اليوم بدنا نعمل مجموعة إن شاء الله عن فلسطين. أول شغلة لاحظوا شو بيجيني هون، بيجيني عدة أيقونات. هاي النجمة راح نشوفها بعد شوي شي هي، إنفايت بدي أدعي عليها، هون برايفت اللي حكيت عنها قبل شوي وخلينا مباشرة نبدأ فيها مشان ما ننساهاش، بدل برايفت بديش إياها خاصة لأني أنا معلمة تاريخ أو جغرافيا بدي أعمل اليوم درس عن فلسطين وأعمل صور وأعمل فيديوهات وأعمل
PDF ووديها لطالباتي أو لزميلاتي، فممكن مباشرة أروح أضغط على إيش الببليك. لاحظوا ببليك مباشرة أجت ببليك، وهون شو كتب لي changes saved، يعني حتى لو قطعت الكهرباء فجأة راح تكون كل إشي عندي محفوظ. الفرق عنه عن الباوربوينت، إذا متذكرين كنا كثير نعاني وإحنا نعمل باوربوينت، ممكن أكون ساعة ساعتين إلي بعمل باوربوينت وناسي أعمل حفظ، تقطع الكهرباء أو أسكر اللابتوب هيك فجأة يروح كل شغلي. لا، في الويكلت الحلو كل لحظة بلحظتها بعمل لك changes saved، فمباشرة بعد شهر بدك ترجع بتلاقي كل إشي موجود. قلنا بابليك يعني عام، يعني الآن أنا بعطي هذا رابط المجموعة بعد ما خلص إلكم لحضراتكم بتشوفوه كلكم. unlisted لا، بس بدي أنا بس ناس معنيين، مثلا لما قدمت لسفير ويكلت فقط عملته unlisted لأني مش معنية حدا يشوفه، لأني أنا بس موديته لهدول الناس للمنصة العالمية. برايفت حكينا ممكن أخليه خاص، ممكن امتحاناتي هسا ما بدي أنا بعدهن لسه ما قدموهنش البنات، ما بدي حدا يشوفهن، فخليهن برايفت. صوري شخصية في الرحلات في حفلات في أي إشي مستحيل حدا يخترقه، مستحيل حدا يشوفهن مدامهن برايفت. إذن هاي الببليسيتي ضن إذا خلصت كل إشي. الآن بدي أبدأ يعني أنس لو سمحت حبيبتي بس مقاطعة، يعني لما تعمل برايفت يعني قصدك كل مجموعة كل كوليكشن لحالة بتعملي لها؟ بالضبط بالضبط. أيوة. صحيح حلو. صحيح يعني مجموعة أنا وصلت لهم هيني مكمل معاك، وصلت لهم صارت هاي الصورة عندي. مجموعة صور، مجموعة عملتي شهاداتك، مجموعة أيوة. مبادراتك مجموعة امتحاناتك، مجموعة أيوة specialized in certain text يعني in certain three topics. فإذا بدكش حدا يشوفها حتى لو قلتي لي خذي أنس شوفي لي بالله الكوليكشن، بقول لك والله ماني قادرة أفوت. ليه؟ لأنها برايفت. أيوة. لكن public لا، أنت إلهام بتوزعيها لزميلاتك لطالباتك في الوطن في تونس في بريطانيا وين ما يكون بتوزعيها. الآن راح أبدأ أيوة. الآن لاحظوا الصفحة هيك بير عارية مش حلوة كيف الفيسبوك أنا بجمله، أنا بدي أجمل، بدي أعمل إيش بدي أعمل صورة للغلاف. طبعا أنا بكون محددة عندي هدف عندي خطة، اليوم بدي أعمل أنا مجموعة لأن أنا مثلا معلمة لنفرض تاريخ وجغرافيا، بدي أعمل مجموعة عن فلسطين اللي هي علوم. أرض الرباط. الآن علوم. عندي خيارين خليها علوم أنا مرة ثانية إن شاء الله لأني مش محضرة إشي علوم سوري، يعني إن شاء الله مرة ثانية بإذن الله. upload an image، إما باجي بروح على كمبيوتري بجيب الصور، طبعا أنا محضرة الآن ملف في صور عن فلسطين وبي دي افس وإلى آخره، أو choose from a library. شو الفرق بينهن؟ بدي أبدأ بالسهلة أول إشي، choose from a library بطلعش من الوكلت داخله. لاحظوا أجاني صور كثيرة بس ما فيهن عن فلسطين، طب شو الحال؟ كلهن صور طبيعية. بعمل سيرتش، بعمل فلسطين مثلا أو فلسطين بالعربي، أشوف بيجيني إشي. هيو بلف، لا هدول مش مناسب. شوقية بس فاصل لو سمحت شوقية. تفضل تفضل. قلتي لي الشهادة بالإنجليزي تبعك بس انت حاطة النموذج بالعربي، لأن احنا بالعربي بس انت العربي النموذج. انا حاطة الاسم بالعربي وبالإنجليزي مكتوب الاسم ونيم. يا ريت الويكلت الفورم تبع الويكلت الفورم الويكلت تكتبوا له اسم بالإنجليزي، لأنه ان شاء الله راح ابعثها للمنصة العالمية تجيكم شهادة بالإضافة لشهادة من جمعية المترجمين العرب باللغة العربية. بس بالعربي اللي طالب بالعربي فش بالانجلش. احنا سجلنا في فورم واحدة بس كل في مكتوب الاسم ونيم. الاسم ونيم مش نازل اسم فقط. مش نازل مش نازل دكتورة لو سمحتي رابطين لكم. طيب هذا يمكن غلط في الرابط، انا الان بودي الرابط. رابطين نفس الاشي تشوقية. نعم نعم رابطين نفس الاشي. طيب مش مشكلة، شكله خربشة في اللي أرسله مش مشكلة، هيني ببعث لكم إياه. هيو هيو أرسلته. أوكي وصل وصل على الشات عندكم؟ لا 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 ما وصل بس لا. شوي هس بيوصل هس بيوصل
ولا لا؟ بعد شوقي لم يصل بعد، بس أنا عبيت الفورم الأولاني باللغة الإنجليزية وجيت بدي أعبيه بالعربي، قال لي هو نفس الفورم يعني ما رضي يفتح للعربي. هاي وصل الآن، هاي وصل يا أساتذة، شوفوا كده مكتوب باللغة العربية وأنا كتبته باللغة الإنجليزية. طيب. العربية. العربية. Everyone. طيب. الآن وصل أكيد، الآن وصل to everyone. وصل. وقعت إنه مش لا هاي وصل ماشي مش مشكلة. الآن إذا أنا بلاحظ بدي أجيب صورة عن فلسطين، هينا يدوب لقيت صورة، لاحظوا إنه بحبوا فلسطين هم، فبدي أشوف هاي الآن بشوفها، هاي فيها علم فلسطين أشوفها مناسبة ولا لا. هاي من اللايبراري، هاي من المكتب اللي جوا عندي، مطلعتش أنا، مطلعتش من الوكلت. الآن رح يحط لي إياها، مش عشان النت شوية ضعيف بده وقت. هاي صورة، ليش شطبت الألعاب؟ مش أنا شطبته، أنتوا اللي خربتوا الجهاز. يا ريت تسكروا المايكات لو سمحتوا، اللي ما لوش ضرورة يحكي. معلش. هاي أنا جبتها من وين؟ من اللايبراري عن طريق البحث. هاي لقيت صورة من اللايبراري، إذا بديش إياها بتعجبنيش بعمل إيديت. شو يعني إيديت؟ يعني تحرير، يعني بدي أغيرها، باجي بعمل أبلود أن إيميج. شوفوا وين رح يودينا أبلود أن إيميج، بيوديني على كمبيوتري، أنا بكون أوريدي مجهزة صور في ملف. أوكي، هاي أنا عاملة ملف فلسطين وطني مسميته، ضروري جدا أكون محضرة مشان ما أدورش هون وهون مشان الوقت. هاي عندي صور كثيرة، لاحظوا مثلا لنفرض بدي هاي، بديش شد الصورة مثلا ما عجبتنيش، لو بعد شهر كمان هاي الصورة عجبتني بدي إياها خليها. لاحظوا هون بقرب وببعد، بس أنا بنصح ما أشتغل فيها الآن، بعد ما أخلص ضروري جدا أعمل سيف. إذا هاي الصورة منين جبتها؟ ضغطت هون، ضغطت هون، أجاني أبلود أن إيميج، وداني وين؟ على كمبيوتري، أنا محضرة ملف كامل عن فلسطين، فأخذتها وحطيتها. أوكي، إذا بدي إياها فل أو كاملة أو وسط، يعني بالوسط تيجي هاف، إذا بدي إياها بضغط هون، وبرضو بنصح ما نشتغلش فيها، هاي خليها هيك، خليها زي ما هي، لأنه أفضل تكون معبية الصفحة عشان تكون واجهة لمجموعتي إنها هاي عن فلسطين مباشرة. طيب الآن مباشرة لاحظوا بدي أكتب العنوان هون، العنوان بدي أكتب فلسطين، ده أكتب أنا بالعربي فلسطين في العيون، أو فلسطين وطني، أي إشي فلسطين. لنفرض بدي أكتب ديسكريبشن هون، شو يعني ديسكريبشن؟ يعني وصف لهاي المجموعة، للمجموعة وصف. اللي أنت عملتها وصف بسيط، ممكن وصف بسيط، فلسطين قلب الأمة لنفرض، وجوهرة العالم، whatever اللي بدك إياه أنت بتضيف، يعني أنت حر كيف توصف، ممكن هالقد، ممكن تزيد سطر سطرين، ممكن إذا مثلا درس مثلا الوحدة السادسة الدرس الأول إلى آخره. لنفرض هاي الوحدة، لنفرض أنا مش معلمة التاريخ ولا جغرافيا، لنفرض الوحدة الرابعة الدرس الأول لنفرض. أوكي، هاي أنا بدي أعمل درس تفاعلي، إذا كتبت أول شيء حطيت صورة، حطيت العنوان، حطيت وصف إله. أوكي، كمان ممكن مباشرة أعمل، مشان ما أنساش، أعمل الخلفية. لاحظوا وين رحت على الخلفية، على هاي النجمة ضغطت، وين وداني؟ قال لي add background image، نفس الطريقة، إما من الكمبيوتر أو من اللايبراري. أنا الآن بدي أختار صورة ثانية لنفرض هاي العلم،
مشان أنا عندي نحو مواطنة رقمية، مشان أعمق روح المواطنة عند طلابي وعند زملائي كمهارة من مهارات القرن 21. بعمل سيف الآن نفس الطريقة، لاحظوا صار إلها شكل، صارت أحلى. أوكي الآن زي ما حكيت بدنا نبدأ في الشغل. لاحظوا كل ما عملت إشي هيو كتب لي changes save. الآن بيبدأ الشغل من عند الزائد. الزائد شو في paste URL؟ شو يعني paste URL؟ بدي أروح أنا أطلع شوية من المجموعة بس بخليها مفتوحة، بدي أكتب إشي عن فلسطين. بروح هيني أنا محضرة هون ملف، هاي بدي أكتب هون موضوع مثلا عن فلسطين، جبت الرابط، طلعت برا شوي، جبت رابط سواء فيديو سواء صور سواء يعني مقالة موضوع إلى آخره. لاحظوا بس جبته وعملت له لصق، شوفوا شو أجاني، موضوع تعبير عن القدس سطور. هسا واحد بيحكي شو هاي موضوع تعبير عن القدس سطور، والله مش حلو شوية، في أشياء مش ضرورية. في عندي أيقونتين، لاحظوا هون إذا بدي يعني بعد ما ضفتها اكتشفت إنها مش ضرورية لهاي المجموعة، مش لا تمت لها بصلة، بعمل ديليت. لاحظوا بس ضغطت ما بحذف مباشرة، بيقول لي are you sure you want to delete this from the collection؟ هل أنت متأكد أنك بدك تحذفها؟ إذا yes بعمل له delete، إذا لا أنا كنت غلطانة بعمل cancel. طب هون القلم، كلنا بنعرف القلم edit يعني التحرير، يعني أنا بلعب في الكتابة اللي هون، ممكن أغير حتى الصورة. لاحظوا هنا كل edit image، ممكن هون أحاول أغير الموضوع، لا هنا ما أغير لأنه هذا موضوع مكتوب جاهز. هنا ممكن أغير الصورة، نفس الإشي من الصور اللي على اللابتوب أو من الكمبيوتر، لا أنا بدي أخليها الصورة مناسبة. بعد ما أخلص لازم هون أعمل done، مش زي هون بعمل لي changes save، لا هون لازم أعمل done. إذا هاي منين جبتها؟ جيت هون على الزائد على paste URL، طلعت روحت جبت رابط سواء فيديو أو ورقة عمل أو مادة إثرائية أو PowerPoint whatever، وعملت له paste. طيب نشوف الأيقونة الثانية، نشوف هاي. أوكي add text، شو يعني add text؟ add text يعني بدي أضيف نص، كلنا متعودين عليه على PowerPoint. ممكن أكتب لهم أنا كتابة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لنفرض أجيبي أو أجب عن الأسئلة الآتية. ممكن أسئلة عن إشي بحط لهم إياه عن هذا الموضوع التعبير، وبدأ أحط لهم أسئلة بعديها عن الأسئلة الآتية. لنفرض ما هي عاصمة مثلا فلسطين؟ ما هي عاصمة فلسطين؟ لنفرض كم تبلغ مساحة فلسطين؟ طيب واحد بيحكي طيب معقولة أنا بدي أكتب كل هذا، طب باخذ مني وقت، ممكن أجي أعمل كوبي بيست من إشي جاهز؟ ممكن جدا. لاحظوا أنا الآن مجهزة موضوع، لنفرض أنا هون بدي أخذ هذا الموضوع. يا ريت نسكر المايكات لو سمحتوا، إخوان سكروا المايك لو سمحتوا. Yes. الآن أنا جبت إشي من برا، هاي عملت له كوبي، محضرة برضو ملف، عملت له كوبي ورقة عمل مثلا أو موضوع أو أي شيء، بدي أعمل له بيست. لاحظوا هيو أجاني مع الرابط اللي أنا كنت ماخده، هذا بمسحه ما بدي إياه مش ضروري الآن. طب هيك في ناس بيحكوا طيب هيك مش مرتب، الخط صغير، ممكن يعني أعدل فيه نفس ما بنعمل في الوورد. ممكن أظلل، لاحظوا بظلله كله، بعمل بولد، لاحظوا تحول من خط فاتح لخط غامق. بدكيش أو بدكش أنت حضرتك أو حضرتك، باجي برد أضغط برد يرجع زي ما كان بدي أعمله. إذا ممكن أعمل بولد، ممكن أعمل بولد، ممكن أعمله مائل، بدي ممكن إما كله أو مثلا لا ما بدي كله، بجوز أحكي بس عن القدس هاي بدي إياها مائل، بجوز أحط فيها مشان أكد على أهميتها. طيب واحد بيحكي طب ممكن أعمل عنوان، ممكن أعمله عنوان وأعمل مثلا أخليه هنا في الوسط. لاحظوا لما ضغطت هون أعمل في الوسط ما راح، لازم أحط المؤشر عليه أو أظلله، هيو أجا في الوسط أو على اليمين
بدي اياه على اليمين. احنا في العربي بنكتبه من اليمين، انا اذا انجليزي انا كاتب نص في الانجليزي، على الشمال بدي عنوان هيو على اليمين. اذا هذا العنوان اللي هو هيدنج نمبر 1. في طريقه ثانيه اللي هو ممكن اصغر شوي، هيدنج نمبر 2، لاحظوا صغر، لاحظوا لما هون كبر. اوكي طب هدول شو هن النقاط؟ لنفرض بدي اعدد مثلا، انا كله عدد ابواب القدس مثلا، بده يكتب للطالب بعد ما ابعث له المجموعه عن طريق اللينك او عن طريق الكود، ممكن يحط لي النقط. لاحظوا هون عم بضغط عليهم، لاحظوا اجا هي النقاط، لا التعداد النقطي هيو، كل ما أضغط بصير في تعداد نقطي. طيب هسا واحدة بحكي لي طب هذا شو؟ هذا مهم جدا. الآن في داخل الكوليكشن بدل ما الطالب يروح يدور في أشياء ثانية بجوز بس هاي الفقرة لا أما مش كافيته للإجابة عن الأسئلة، ممكن أنا أحط له أنا كمعلمه باجي بضغط على هذا اللي هو link address، عنوان رابط، بكون جاي برابط له علاقة في الموضوع اللي أنا حاطته هون على التكست وبعمل له بيست. لاحظوا بس عملته شوفوا كيف صار اللون الأخضر. لاحظوا بدي أرد أحذفه، أحذف، لاحظوا هون بدي أضغط بدي أعمل بيست، هون الأخضر غامق يعني add link مباشرة. لاحظوا كيف رح يصير، عفوا ممكن تعديها شوية يا دكتورة، ممكن تعديها شوية من ماشي شوي. إذن باجي هون بضغط على اللينك اللي هون، بجيب موضوع بس شوي أجيبه من هون من برا، جبت لينك أوكي يعني رابط سواء لفيديو سواء لموضوع أو أي شيء، عملت بيست، عملت أد لينك. لاحظوا كيف صار، صار كله تحته خطوط. هسا لما أصير أعرضه بده يورجيني أو يوديني على محل هذا الموضوع اللي أنا أخذته للطالب. أوكي بعد ما خلصت، لنفرض أنا خلصت كل إشي، الآن بعمل دن، هون لازم أعمل دن لأنه خلاص أنا خلصت شغل. لنفرض أنا اكتشفت في غلط هنا، باجي بديش هدول التعداد النقطي، بروح بضغط عليهم وبحذفهم، هاي راحت وهاي كمان بديش إياها، هاي راحت. لنفرض هذا بديش إياه السؤال، كمان بحذفه وبرد أعمل ضن. يعني ممكن أعمل عدة تعديلات في أي وقت بدي إياه. إذن هاي بالنسبة للتكست، التكست اللي هو نص. إذا ضفت رابط من برا الويكلت وجبت وعملت له لصق، جبت نص سواء كتابة أو كوبي وبيست. الآن هنا هاي مهمة الأيقونة اليوتيوب. شو اليوتيوب؟ اللي هي من داخل النت، من داخل عفوا الويكلت. ممكن أكتب الكودز أشوف هنا بالعربي مش كثير المفروض، لا هي أجاني الحمد لله. هاي مثلا أنا كتبت القدس أو كتبت مثلا فلسطين أو قبة الصخرة أو بدي أعدد أماكن عن فلسطين، بكتب أريحة، بيت لحم، رام الله، whatever. شوفوا قديش أجاني في يوتيوبات، في أغنية للأرض لنا والقدس لنا، في أشياء ثانية ممكن. لاحظوا كل ما هاي هون تاريخ القدس مثلا، لما أضغط عليها لاحظوا كيف صار مظلل لأزرق، ولاحظوا هون صارت أخضر عليها add. ممكن كمان أضيف فيديو يوتيوب تاني، ممكن ثالث، ممكن رابع، إن شاء الله 10 بدك، بتضلك تنزل وتختار اللي بدك إياه. لاحظوا كل ما أنزل هون في فيديو ساخر مثلا، هون عن تميم البرغوثي، اللي بدك إياه بتضغط عليه وبتختاره وبالآخر بتعمل end. أنا ما بدي أضيفهن كلهن عشان الإنترنت شوي ضعيف، أنا اخترت بس واحد بدي أشوف كيف بدي أضيفه، بعمل end، add. لاحظوا مباشرة أجا عندي. إذن الكوليكشن هيها مباشرة فلسطين اللي هي الدرس الوحدة الرابعة، درس الأول حطيت رابط من برا وأجاني جوا الكوليكشن، حطيت ورقة عمل أو اختبار أو واجب أو أي شيء بدي إياه، حطيت هيني فيديو، ما فيش حاجة للطالب إنه مرة ينط يروح يدور على فيديو، مرة يجيب لي بي دي اف موضوع، مرة أبصر إيش، لا كل المصادر موجودة في مجموعة واحدة بيقدر يرجع لها وقت ما بده ويشارك فيها. الآن لا إله إلا الله، يا ريت تسكروا المايكات.
إذا يوتيوب أنا ضفت من وين؟ من هنا، ما طلعتش برا، ما طلعتش برا أبداً، ضغطت بس هنا، عملت هنا مثلاً لنفرض أريحة، بدي الآن عن أريحة، مش أنا فلسطين موضوعي، هاي أريحة أجاني، سواء بالعربي بالإنجليزي اللي بدك إياه، بأخذ كمان واحد لنفرض مثلاً جولة في مدينة أريحة، هيني مباشرة، نفس الحاجة، لا ما بدي إلا هذا بس، باجي هون، هيني مباشرة برضو جولة في مدينة أريحة، لاحظوا لما أضغط عليه، عند التشغيل الآن لما أضغط عليه ما بيشتغل، ليه؟ لأني لسه بشتغل فيه، لما أخلص وأعمل ضن وأطلع من المجموعة وأعمل عرض للمجموعة بصير الكوليكشن الأيتمز اللي أو الأشياء اللي ضفتها في المجموعة ينعرضوا واحد تلو الآخر. أوكي، الآن خلصنا من ثلاث شغلات، الـ URL، التكست، اليوتيوب، التويتس. الآن شو تويتس اللي حكينا عن تويتر؟ بدي أشوف في حدا كتب عن القدس، إله إشي علاقة في القدس على تويتر، بدي أبحث، سواء أنا، سواء زملائي، سواء أجانب، سواء عرب، بس بدي أنتبه لأشياء تكون مش مظبوطة. أوكي، connect with تويتر بحكي لي، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي بوصلني مع تويتر قاعد. إذن بدي أكتب القدس، الله أكبر لا حول ولا قوة. لاحظوا لما كتبت عن القدس أجاني عدة تغريدات، ناس كثير كاتبين وجايبين سيرة القدس، مثلا هذا أبو علي نجدي مثلا، بيروت أشرف عاصمة عربية بعد القدس مثلا، لنفرض هذا، لا هذا ما عجبني، لنفرض أنا بدي مثلا هذا، بدي هذا، بدي هذا، لنفرض أنا بدي أخذ، بدي أشوف واحد مناسب، أيوة الآن لنفرض أنا هذا عجبني، لاحظوا هون الدائرة بيضة والزائد في جواتها فتحت، لما مباشرة أنا ضغطت اتحولت من اللون الأبيض إلى اللون الأخضر، إذا كانت بيضة أنا عجبني هذا، والمفروض طبعا أحضر الفيديوهات بلاش يكون فيها أشياء سلبية أو أشياء مناهضة للواقع، فبختار بعدين حطيت الزائد صارت من اللون الأبيض للون الأخضر، لنفرض اخترت هاي التغريدة أشوف إذا في تغريدات مناسبة كمان، لنفرض هاي كمان عاجبتني، أوكي خلص بدي ثنتين ثلاثة عشرة قد ما بدي، بضلني أنزل ودور أدور لحد اللي بدي إياه بخلص وخلص. الآن بعمل إما كانسل أو آد، لا أنا بدي آد، إذا هدول ضفتهم من وين؟ من تويتر، لاحظوا مباشرة بس أضغط عليهم بيجوا، بس حسب سرعة النت طبعا، لاحظوا الآن أجا من الإنترنت، هيهن مضافات من الإنترنت، فأنا جمعت لهم من عدة مصادر في نفس الكوليكشن. أوكي إذا يعني بتضح إنه في إشي غلط برد أعمل زي نفس الإشي، بعمل حذف للآيتم أو المصدر اللي عملته. إذا هاي منين جبتها؟ من تويتس، تويتس يعني تويتر، عملت بحث هنا، نفرض بدي كمان أريحة أو رام الله أو نابلس واتيفر، هاي أي إشي بكتبه مثلا بيجي، هاي مثلا عن شهيد، مثلا هنا أشياء عن مدينة القمر، هاي مثلا مدينة القمر اللي هي أريحة تعرف بهذا، وهي أقدم مدينة في العالم، مش فلسطيني، في العالم. أوكي فهنا هيها مباشرة أجت عندي، فأنا بخليه يشوف وبكتب له، مثلا بكتب للطالب إذا بدي يضيف إشي ثاني عليها في كوليكشن ثاني، في آيتم ثاني عفوا. الآن ضفت تويترز وضفت اليوتيوب وضفت تكست نص وضفت URL. طب البوك ماركس حكينا شو يعني؟ البوك ماركس اللي هي لأنه أنا بعمل قاعدة بمجموعة جديدة ما فيش فيه، لاحظوا بكتب لي no item، no item، شو يعني نو ايتم؟ لاني انا بعمل للاستاذه فدوى في مجموعتها ما فيش عندها ولا بوك مارك، لكن لو انا عملت كوليكشن في مجموعاتي راح يطلع لي كثير اشياء لها علاقه بفلسطين وبالقدس، فهاي الان مش موجوده، ليش؟ لانه
الكوليكشنز هاي لست فدوى وما عندهاش لسه جديدة. نيجي للإيميجز، هاي هنا الإيميجز كثير مهمة وكثير تثري المجموعة. حكينا زي ما حكينا كيف عملنا الغلاف برضو إما من اللابتوب أو من اللايبراري. بدي أجي أنا على الإيميج. الآن في سؤال كثير بيسألوه، طيب معقول كل شوية أروح أعمل مثلا هاي الصورة وعملها open وتيجي هنا تنضاف على المجموعة ورد أروح كمان مرة ورد أعمل image ورد أعمل upload an image ورد أعمل هاي ورد هيك، طب باخذ مني وقت، ممكن أعمل أكثر من صورة. لاحظوا هاي الصورة الأولى هيها ظهرت، هاي الصورة الثانية ظهرت. طيب في طريقة ثانية، في طريقة ثانية إني أحمل أكثر من صورة، لأنه أنا ما عندي وقت إني كل شوي صورة، لا أنا معنية أعمل إما بالطريقة العادية أو بظللهن كلهن مع بعض أو كنترول أو سي وبعمل أكثر من صورة مع بعض. لاحظوا هسا قديش بده يتحمل معاي صور. أنا محضرتهن already طبعاً لأني أنا معنية يكون شغلي جاهز. هاي أنا عندي صور كثيرة عن القدس، هاي شوفوا قدي بدي يتحمل. لاحظوا الآن بدين يحملن، لاحظوا هون قاعد بف، شوفوا saving changes saved مباشرة بيعمل لي saving، لألا تقطع الكهرباء أو النت ويروح شغلي. لا هنا ما بيروح، هنا مباشرة لحاله بيحفظ لي إياهن. فإذا هنا مجموعتي رح تكون ثرية. تفضلي أستاذ يعطيك العافية. معك أستاذة فتحية أبو ماضي، معلمة لغة إنجليزية. حابة أستفسر بداية، يعطيك ألف عافية، الموضوع جدا شيق ومعلومات جدا قيمة. حابة أستفسر من حضرتك، بس إحنا نعمل درس على ويكلت، كيف فيني لما أعد الحصة الدراسية هاي إني أشاركها فرضا على التيمز أو على أي منصة تعليمية ثانية؟ حاضر رح تلاقي لو صبرت شوية لما خلص المجموعة رح نيجي على كيف إني الإجابة إن شاء الله رح تلاقيها بإذن الله. ولو سمحتي بس بدي تورجيني كيف أشياء الدخل بالبرايفيسي، يعني أشياء بالخصوصية، كيف مثلا امتحان أنا كتبته على ويكلت بس لو تعيدي لنا إياه، مثلا بديش إياه يظهر لطلاب ثانيين أو لسه مش معطيته. شكرا جزيلا. إن شاء الله العفو. إذا لاحظوا هاي الصور كلها، هاي اللي أنا حملتها هيها إجت كلياتها ورا بعض. هسا حدك طيب كثير هيك ورا بعض عمودي، شو ممكن أغير في طريقة العرض؟ هذو هون change layout الشكل اللي بتظهر فيه. في عندي هذا الميديا فيو اللي هو هذا اللي واحدة ورا الثانية، أو compact يعني مضغوط. لاحظوا بس ضغطت عليها ظهروا صور صغيرة، وأنا هذا بحبوش، أنا هذا اللي بحبه grid view إن كل صورتين حد بعض. لاحظوا هاي أرجع من أول، هيني لاحظوا هون هاي التكست وهذا الموضوع اللي جبنا له رابط، وهدول الفيديوهات عن أريحة وعن الكودز، وهدول اللي هن من تويتر هيهن بحد بعض، وهدول الصور هيهن صورين بحد بعض. إذا هاي طريقة العرض من وين جبتها؟ من هون. إما بتخليها زي ما هي ميديا واحد ورا الثاني، كومباكت صغار هون كل ثنتين مع بعض، أو مود بورد إذا كانوا صورك صغيرة كثيرة عفوا، فبنصحك يكونوا زي هيك زي معرض كأنهن. لاحظوا شوفوا ما أجملهن، كأنك عامل معرض شو هون صور بحد بعض. هاي الطالب بده يفوت على هاي بس تعطيه الرابط بتفرج عليهن بكل أريحية. فأنت إلك الحرية، أنا بفضل هاد، لكن زي ما قلت إذا بدك إياهن إذا بكونن كثار عفوا ممكن تحطهن زي معرض شو. أوكي إذا هون الصور منين جبتهن؟ من عند upload an image أو choose from library، وبتوقع صرنا واضحة عنا اللي هي من داخل المكتبة اللي عنا. طيب هنا
بي دي اف. شو يعني بي دي اف؟ بي دي اف كان اما ورقة عمل او امتحان او مادة اثرائية. ولازم لاحظوا لما ضغطت بي دي اف لاحظوا ان انا كاين حافظتها على شكل بي دي اف، لانه اذا وورد ما بيجي بهالمنطقة، الوورد حكينا بالتكست مش بالبي دي اف. فانا بنصح الجميع لما بيعملوا امتحان او ورقة عمل يعملوها على بي دي اف، الا اذا كانت ورقة عمل صغيرة بخلوها على الورد وبيعملوا كوبي وبيست. انا عاملي هنا موضوع عن فلسطين، بدي اعمل هيني ضغطت عليه وبعمل اوبن، لاحظوا تشوفوا بنزل، لاحظوا هيو بعمل لي ابلودينج بي دي اف، يعني بحمل، بده وقت ليحمله، مش يعني انا بعد ما احمله ممكن اكتب لهم اسئله عليه او احط لهم ورقه عمل عليه او اقول لهم لخصوا او سجلوا لي بصوتكم اذا بدي مثلا اركز على مهاره الاستماع خاصه اللغه العربيه واللغه. لاحظوا هيو ظهر. أستاذة شوقي معنا ثلاث دقائق، يعني تحاولي تجملي الله يخليك، لأنه بدنا ننتقل بعد ثمان دقائق لجلسة أخرى إذا سمحتي. إذا ما إن شاء الله بإذن الله. ماشي إن شاء الله. الآن بقدر إنه مش حلوة هنا إيديت، باجي بأخذ من اللايبراري مثلا مشان الجماليات، لنفرض أي صورة أنا بدي أختارها الآن بس طيب فلسطين بي دي اف، بديش مثلا كلمة بي دي اف ممكن احذفها هينة، بديش اياها. الآن بعد ما تظهر الصورة بعمل ضن يعني حفظ. معلش ما حفظتش عشان استعجلنا. دوره كثير. ضروري خلاص احنا عرفنا كيف نعمل خلاص. اذا هاي البي دي اف، انا دي اف حكينا ورقه عمل امتحان مادة اثرائية، جوجل درايف اللي هو الاشياء اللي انا حافظتها سواء باوربوينت فيديوز اوراق عمل مادة اثرائية رزم تعليمية خطط دراسية سجلات غياب حضور اللي بدك اياه بيودينا على جوجل درايف، وزيه زي الوان درايف. لاحظوا برضو بده يوديني انه لازم ادخل بحسابي على جوجل، ضروري جدا. اوكي اذا بختار حسابي، هين اخترت حسابي مثلا، بدي اختار اي اشي من الباوربوينت، ممكن فيديو طبعا في الكوليكشن. يا إخوان يا إخوان صوت مين هذا؟ عملوا له ميوت. يا ريت يا ريت. هاي أشياء أنا مفرد بدي أختار إشي بسيط مثلا، نفرد هاي الشهادة مثلا أو إشي ثاني، هاي الشهادة سفير مجتمع، هاي اخترت اشي من الجوجل درايف، هاي امباسادور سيرتيفيكيت. لنفرض بدي اختار نفس الطريقه الون درايف برضه بيودينا على درايف. اوكي طبعا لانه الون درايف هنا يعني برضو نفس الجوجل درايف، بقدر اختار اللي بدي اياه ويكون له علاقه. طبعا انا اخترت هسه شهاده ما لهاش علاقه بس عشان نورجيكم الطريقه. معلش النت شوي انه هستكش بديش اكمل عليه هذا ام انس، اتطرقت اكمل لانه نفس طريقه الجوجل درايف. ام انس قبل الوقت ما يخلص اتطرقت للانفايت هاي على اليسار من فوق. يلا ماشي. هاي بدي اشوفها مش عارفه اطبقها. لا لسه بس ضايل اخر شيء بس. ماشي معك خطوه خطوه. فيديو هذا الفيديو اللي حكيت عنه.
ممتاز. لا سهل إن شاء الله والكل راح يطبق. الفيديو هذا اللي حكيت عنه اللي هو على فليب جريد برضو منصة بتجنن بس داخل الويكلت، هنا أنا بقدر أسجل صوت وصورة للنص اللي بدي إياه أو ورقة العمل بصوتي وصورتي إذا بدي أو بدون صورتي، وبطلب من طالباتي مثلا إنهم يشاهدوا هاي هذا الفيديو ويردهم يسجلوا لي بصوت وصورة بس عشان النت مش قابل يشتغل منيح. يلا هي اشتغل. ست شوقية time is over. طيب لعاد احكي عن المشاركة لانها هاي اهم شغلة. ماشي. اوكي. ماشي يا استاذ. بعرفش انا بجوز تبدأ المحاضرة الثانية. شو رأيك يا استاذ عامر؟ حكالي دقائق. حكالي دقائق. بس شوي عشان مهم جدا المشاركة يا دكتور. مهمة جدا. ماشي. بس البرايفسي هاي اللي سألت الأستاذة هيها بابليك من هون، هيها من هون نجيبها، هيها بابليك يعني عام، بدكيش هيها برايفت خاص انليستد بس للي باخده. الآن أنا لنفرض خلصت كل بعمل دن، بعمل دن يعني خلصت هاي المجموعة. طبعا الفليب جريد ما حكينا عليه. يا ريت هذا هو مسجل. بدي أشارك. ست شوقية هذا طيب. كله مسجل والفيديو. نعم. هذا راح تنزله الجمعية طبعا، الفيديو راح تنزله الجمعية. ويا ريت انك تحط الايميل تبعك او التلفون اذا حد بحب. اذا في نيكول هنا نفس الطريقة اللي المشاركة اهم اشي واخر اشي ان شاء الله. المشاركة كيف بدي اشارك انا هاي المجموعة لزملائي او طلابي؟ عن طريق الباركود او جوجل كلاس روم او على تيمز. ممكن انت لك صفوف 7 9 8 ممكن تشاركها بس تضغط عليها او على تويتر. لاحظوا اذا ضغطت على تويتر وين راح توديني؟ راح توديني مباشرة على حسابي على تويتر بدون ما اروح مرانية، او باخذ اللينك وبعمله كوبي وبيست. اوكي هاي بالنسبة للمشاركة على تويتر. اوكي الله. هي وداني وين؟ على حسابي على تويتر مباشرة، وبعمل بس اكبس تغريد لتغريدة تويتر، ما بدي انا تجاهل الثانية هذول ما بدنا اياهن على طريق الفيسبوك. او كوبي بس اعمل كوبي الان، بس اعمل كوبي ابعثه مثلا على الشات هيني، راح ابعث على الشات راح يوصل لكل زملائي او كل طلابي. هذا هو ايش اللي هو المجموعه the shared activity. yes هي راح توصل. yes shared. الان وصلكم الرابط، تقدروا تفوتوا تتفرجوا على الاشياء اللي فيها، او هون مجرد انا ضغطت على كوبي وعملتها. هاي اللي حكينا عنها، اذا بدي اصدرها كبي دي اف اعملها ضمن السوي، هاي مش ضروريه لكم حاليا. هاي بالنسبه للشير. الان في انفايت. انفايت يعني بدعو، اما عن طريق الكوبي لينك بعمل كوبي وبوديه وين ما بدي، على الواتساب على الماسنجر على التيمز على جوجل كلاس روم وين ما بدك. كود بس اعمله شويه، وبدي يا ريت تحاولوا تفوتوا عليه اخر هذا الباركود، عفوا بدي تفتحوا الان تسكروا الحساب اللي عملتوه، اعملوا لوج اوت، افتحوا على ويكلت في بيجيكم انتر كود، بدي اشوف من واحد فات على المجموعة اللي عملناها وتضيف عليها اما صورة او فيديو او تكتب لو كلمة كلمتين وينكتب اسمك مشان يبين اسمك انه شاركت في المجموعة، رح يشاركوا فيها ممكن 10 20 100 200 الى اخره. اوكي إذا واضح. إذا هذا البار اللي عفوا الكود اللي هو E2AC0A3 موجود على الشات، اطلع من المجموعة الوكلت اللي عمله، اكتب على أي متصفح وكلت ثانية اللهم صل على سيدنا محمد اللي هي الواجهة اللي فيها انتر كود، راح أنا أروح أفتح على واحدة ثانية إن شاء الله. أوكي دخله وحط أي إشي بدك إياه، حط أي إشي بدك إياه، أي ملاحظة عشان رابط ضيف صورة. أيوة مشان يبين اسم فلان، إلهام، أحمد، محمود،
أي واحد إنه دخل على هذا الكود. واضح الكود شو الأخير آخر إشي؟ الكود على الشات. الكود على الشات. أوكي. السلام عليكم أخت شوقية. شايفين. أشكرك على المحاضرة الرائعة. تسلمي حبيبتي الله يرضى عنك. أستأذنك بس الفرق بين البوك مارك والكوليكشن. جزاك الله كل خير. الكوليكشن الكوليكشن اللي هي الكوليكشن العامة. البوك ماركس من ضمن الكوليكشن زيه زي البي دي اف وزي الأشياء. بس شو الفرق؟ أنا لأن جديدي ما ظهر معي بوك ماركس، لكن أنا لأنه عندي مجموعات، أنا واحد ثاني عندي مجموعات كثيرة، بس أكتب الكودس مثلا أو التاج كويشن أو الخلية النباتية أو كذا أو إلو، أنا كاين عامل كوليكشن ثاني إله علاقة فيه، بيجيني من هاي المجموعة الأخرى هاي المجموعة الجديدة. أوكي ست شوقية لازم مني يعني سامحيني لأنه في عندي هسه بدي أبدأ أسكر وأروح على، يعني إحنا سعداء فيكي، كانت حاضر حاضر خلاص أنا أعطيتهم حاضر ممكن أعطيتهم الكلمة على فكرة يعني نعمل ورشة ثانية. المهم يا ريت لأنه بده يعني بده حكي لسه ما حكيناش كيف يصير عضو. خلاص بنعطي الجزء الثاني شو المشكلة عادي الحياة. بس لازم أسكر. إن سكرتها إذا رحت على الرابط الآخر بتسكرها تلقائيا، وأنا لازم أحترم الآخرين. خلص. يعني سامحين أنا فخور. حاضر حاضر يا دكتور. سعيد فيكي وإن شاء الله استفدتوا وحي بارك الله فيكي. بارك الله فيكي. شكرا جزاك الله خيرا. شكرا لكم. يعطيكم العافيه جميعا. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. جزيك الخير ست شوقية الله يرضى عنكم. واياكم الله يرضى عنكم. الله يجزيك استاذة شوقية. نعم. نعم. الله يجزيكم خير. ان شاء الله اللقاء الثاني باذن واحد احد. ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم ولحضوركم. الله يكرمك. الله يرضى عنكم. تعالوا مع اجتماع عارضة الثقافة اذا قاعدين. تعالوا هجموا. احنا رايحين على اللقاء الثاني. بس استاذ عامر الله يرضى عليك حط لنا لقاء المجله لقاء استاذ عامر لقاء المجله بعد اذنك. لقاء المجله بعد اذنك. لقاء المجله مش اليوم، هو لازم يوم ثاني نحدد له. يعني قصدي حددوا. مشكور طبعا. مشكور الله يعطيك العافيه. ان شاء الله بخبرك بخبركم كلكم ان شاء الله. حييكم. شكرا لكم ولحضوركم جميعا ست شوقية. شكرا للدكتور عامر انه دعاني لهي المحاضرة وشكرا لكل الحضور كل باسمه ولقبه. يعطيك العافية استاذة شوقية. الله يعافيك يا استاذ يا استاذ يا قائد فريقنا فريق مايكروسوفت الفلسطيني. شكرا لكم جميعا. جزاكم الله خير. شكرا لحضرتك استاذة شوقية على الدعوة الكريمة. الله يرضى عنكم. شكرا استاذة شوقية لحضرتك. شكرا. العافية لكم جميعا. الله يرضى عنكم. العافية. الله يرضى عنكم. الله يرضى عنكم يا رب يا الله. الله يرضى عنكم. حياكم الله.